مساء الخير، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، البيت اللي بيجمعنا إن شاء الله وهيجمعنا يوم الفرحة. برحب بيكم، وحلقتنا النهاردة يمكن حلقة يوم الأربعاء 25 نوفمبر، يعني بنتكلم في العد التنازلي يا جماعة، يعني تقريبا 48 ساعة فقط بتفصلنا عن المباراة الحلم، المباراة الهدف اللي بنستناها، مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا قدام نادي الزمالك اللي هتكون يوم الجمعة إن شاء الله على ملعب استاد القاهرة الدولي. النهاردة معانا أخبار كتير عن الموضوع ده، هنطمن حضراتكم عن آخر الأخبار، آخر أخبار فريقنا ومعسكره طبعا المغلق الحالي اللي على مدار 5 أيام دلوقتي على التوالي، آخر استعداداته للمباراة. لكن قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة، طبعا عايزة أرحب بزميلي كابتن هاني رمزي. أهلا بك يا سهام، مساء الخير عليكي، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلنا حلقة إن شاء الله جديدة من البيت الكبير، هنتكلم أكيد على نادينا النادي الأهلي، استعداداته إن شاء الله للمباراة النهائية. لكن خلينا أعرف حضراتكم بفقراتنا النهاردة. الفقرة الحوارية الأولى، طبعا واحد من النقاد الرياضيين الكبار جدا المتميز على مستوى المعلومات والأرقام معانا طبعا الدكتور طارق الأدور، هيكون معانا في الفقرة الحوارية الأولى. الفقرة الحوارية الثانية إن شاء الله معانا اثنين من نجوم النادي الأهلي الكبار، نجوم سابقين كانوا مميزين جدا جدا على المستوى الفني. حديث لا ينقطع عن طبعا مباراة النادي الأهلي والزمالك، ذكريات اللعيبة القديمة كانت ازاي في هذه المباراة القمة، ازاي كانوا بيعيشوا الأجواء قبل هذه المباريات المهمة جدا جدا. ومع اقتراب طبعا مباراتنا كان لازم يكون معنا اثنين من نجوم الكبار على مستوى الدفاع، الكابتن الكبير ماهر همام، وكمان مع المحلل الرياضي القدير ونجم النادي الأهلي السابق الكابتن عادل تعيمة. إن شاء الله هيشرفونا في نهاية فقراتنا في البيت الكبير، ونتكلم إن شاء الله بتفاصيل عن ذكرياتهم وعن إن شاء الله رؤيتهم لمباراة النادي الأهلي اللي جاي إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. خلاص زي ما قلنا لحضراتكم، فضل يمكن أقل من 48 ساعة دلوقتي على المباراة. الكل جوه معسكر النادي الأهلي مركز بشكل كويس جدا، بستعد للمباراة في هدوء من أجل التركيز وفقط عشان يحققوا زي ما قلنا حلم الجماهير. ومش شغلين دلوقتي فرقتنا، يمكن مش شغلة دماغها خالص بأي حاجة برا المعسكر أو أي إشاعات قال سواء على الفريق أو حد من اللعيبة. النهاردة الفريق الصبح أجرى المسحة الطبية زي ما كلنا تابعنا من خلال الشركة الطبية المتعاقد معها الاتحاد الأفريقي لكرة قدم كاف، والحقيقة ده كان وسط إجراءات احترازية قوية جدا ودقيقة جدا. ثلاثي الأهلي المقيد في القائمة الأفريقية، وليد سليمان، صالح جمعة، محمود عبد المنعم كهربا، جم قدام الفندق النهارده وقعدوا جوه سياراتهم عربياتهم، والشركه الطبيه المسؤوله اللي بتاخد العينات الخاصه بيهم خارج الفندق هي اللي كانت يعني موجوده قدام العربيات وبتاخد المسحه ديت ومن وهم في عربياتهم. نتيجه المسحه الحقيقه يعني حملت خبر مش سعيد لجماهير النادي الاهلي، بعد ما اثبتت المسحه ايجابيه عينه نجم وسط الملعب إليو ديانج بجانب طبعا الثنائي وليد سليمان صالح جمعه زي ما قلنا. كمان في الزمالك في ثلاثي مصاب، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعه، يوسف اوباما. بنتمنى شفاء لكل اللعيبه ان شاء الله، جميع المسحات اللي هتتم للعيبه دول الايام اللي جايه سواء في الاهلي او في الزمالك نتمنى تطلع سلبيه ويرجعوا بسرعه لفرقهم، لانه ببساطه اي حد بيتمنى إصابة أي لاعب أو أي حتى مش شرط يكون لاعب يعني، بس احنا بنتكلم هنا عن فريقنا المنافس. أي حد بيتمنى أي إصابة أي لاعب في التوقيت دوت هو شخص مريض. إن شاء الله يوم 27 نشوف مباراة وماتش يليق بقيمة الفريقين ويليق بقيمة مصر أولا والبطولة ومكانة وقيمة مصر الغالية. فانا انت عارف انا النهارده منتبع المسحه والله العظيم كاننا ولا نتيجه الثانويه العامه، يعني النهارده كل الناس كنا على اعصابها. طبعا 5 7 يا جماعه قولوا لنا امتى. ف لا يعني الموضوع كان طبعا فيه اهتمام كبير جدا من جماهير مصر كلها على مستوى النادي الاهلي، على مستوى النادي الزمالك. زي ما بنقول وقلنا كده في البيت الكبير، كنا نتمنى ان شاء الله ان الفرقتين يلعبوا فول تيم، يعني هتبقى مباراه جيده على المستوى الفني. ما كناش نتمنى اصابه اي حد من نادي الزمالك، لكن اصابه ثلاثه طبعا يعني يمكن الناس بتتكلم او جماهير النادي اللي بتتكلم على ديانج، خاصة ديانج بيقدم مستويات أكتر من رائعة الفترة اللي فاتت. لكن
خلينا نقول ودايما والكلام ده قلناه حتى قبل اصابه ديانج، بنتكلم ان شاء الله اي بطل هيكون موجود ان شاء الله يوم الجمعه على ارض الملعب هيبذل قصاره جهد وهيكون ان شاء الله اضافه للنادي الاهلي واضافه لنفسه. بنتكلم حمدي فتحي طبعا هو يمكن يكون البديل على حسب رؤيه الجهاز الفني، عندنا كل الثقه بده، يعني ان شاء الله باذن الله اللعيبه تكون رجاله يوم الجمعه بيقدموا مباراه جيده. تاريخ النادي الاهلي كله اتكلمنا، يعني غياب بعض النجوم عن المباريات ده بيخلق نوع من انواع الموتيفيشن، التحفيز للعيبه اللي نازله بيكون عندها تحديات، وانتم عارفين لعيبه النادي الاهلي حتى لو لعيب صغير في سن بينزل بيموت نفسه في مباراه كبيره زي ديت. ان شاء الله مش عايزين نقلق، احنا زي ما اتعودنا واتكلمنا مع حضراتكم بنتابع الاجراءات المسحه، بنتابع نتمنى الشفاء لكل اللعيبه، كل اللعيبه ان شاء الله تكون يعني جاهزه لهذه المعركه، لكن اولا واخيرا الاهلي بمن حضر، الاهلي دي مقوله يخص بها جماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي، النادي الاهلي بمن حضر، معناها ان اي فرد اي لاعب يرتدي تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه ايا كان اسمه ايه بتحتاج خبرات شويه، بتحتاج خبرات، ولكن جزء من الخبرات دي بيعوضها روح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء وانتماء النادي الاهلي. ويعني خلينا نتكلم، خلينا نكون متفائلين، كلنا نتمنى الشفاء لكل اللاعبين. النهارده في 3 من الزمالك، 3 من الاهلي، ان شاء الله باذن الله يعني كمان كهربا المسحه كانت سلبيه وبالتالي هيتواجد في المباراه بشكل جيد جدا، واحنا عارفين يعني كهربا في الفترات اللي فاتت كان المسحه ايجابيه، لا النهارده بقى خلاص سلبيه وان شاء الله هيكون متواجد في مباراه القمه. نتمنى زي ما قلنا ودايما هنقول لغايه يوم الجمعه نتمنى هذه المباراه تخرج بالصوره اللائقه لاسم مصر، الصوره اللائقه لاسم الكره المصريه، وكيان كبير زي كيان النادي الاهلي وكيان كبير زي كيان نادي الزمالك، ولكن في الاخر طبعا نتمنى اكيد الفوز بهذه البطوله الغاليه علينا كلنا اكيد. يا رب طبعا أكيد إن شاء الله. أنظار العالم كله بتترقب المباراة ديت، غير طبعا الملايين اللي في مصر وفي العالم زي ما قلنا. والحقيقة يعني علشان كده يمكن النهاردة مصر مهتمة جدا بخروج المباراة لبر الأمان في أفضل صورة ليها، وكل المسؤولين النهاردة في الدولة وخاصة رجال الأمن بيستعدوا بشكل كبير جدا علشان المباراة تخرج في شكلها الحضاري، شكل يليق بالرياضة المصرية زي ما كنا بنردد الأيام اللي فاتت من خلال المباراة دي. مباراة بينتظرها العالم العربي، بتنتظرها القارة السمراء قارة أفريقيا، وبتنتظرها العالم أيضا. أنت عندك كأس العالم للأندية كمان، والحقيقة زي ما عرفنا أنه الأجهزة الأمنية انتهت خلاص أو أنهت استعداداتها بشكل كبير لتأمين اللقاء المرتقب بشكل كامل. في خطط أمنية وضعت النهاردة بتضمن تأمين لعيبة الفريق وطاقم التحكيم أكيد. وفي شقين الحقيقة هنا يعني في تأمين المباراة، الأول يمكن وزارة الداخلية كابتن هاني اللي هتكون مهمتها إن هي تأمن المباراة من خارج الأسوار وداخل الأسوار أكيد، والمهمة الثانية بقى أنت اتكلم طبعا يعني يوم الجمعة طبعا هيكون في انتشار قوات يعني القوات الأمنية بشكل كبير جدا من الساعة 5، يمكن من الساعة 5 إن شاء الله هيبدأ تأمين توافد الحضور، هيتم تأمين دخول الأتوبيسات طبعا الخاصة بالفريقين قبل انطلاق المباراة، هتكون كمان يعني في أمن مرافق لهذه الأتوبيسات، هيتم طبعا تأمين التحكيم إن شاء الله بإذن الله، بكرة هيعلن بإذن الله اسم الحكم، لكن هيتم كمان تحركات التحكيم بداية من فندق الإقامة لغاية الاستاد والعكس، يعني كل دوت زي ما بقول الساعات اللي جاية هتكون فيها يعني شكل من التنظيم الأمني على مستوى عالي جدا، وزي ما قلنا ده يعكس اسم منتخب مصر أو يعكس اسم مصر بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم ويمكن اتكلمنا مع سهام ان كان في اقاويل يعني 5000 10000، النهارده يمكن خلاص اتعلن ان ما فيش حضور جماهيري وان الموقف متوقف بس على 2000 واحد هيكون متواجد طبعا بدعوات خاصه، دعوات دي على طريق وزاره الشباب، وزاره الشباب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي غير مجلس نادي الزمالك غير طبعا الكاف واعضائه، ف خلاص مفيش جماهير. كنا طبعا بنقول نتمنى يكون في جماهير على مستوى المباراة على مستوى تاريخية، لكن طبعا الأمن قال لا، يعني هم 2000 دعوة والدعوة دي ما بين قوسين كده مخصصة مش كل الناس تقدر تروح، هذه الدعوات
بتتم عن طريق وزارة الشباب والرياضة، مجلس إدارة الأهلي والزمالك، والجزء الإعلامي كمان، وجزء كبير جدا لطبعا الكاف المسؤول عن تنظيم هذه المباراة. عن تنظيم المباراة دي، بس أنا كنت عايزة يمكن أتكلم برضو عن اللي هيأمن المباراة جوه الملعب. طبعا في الشركة المنظمة طبعا الكاف. الشركة المنظمة اللي هي اللي هتقوم طبعا بتأمين المباراة داخل الملعب أثناء طبعا يعني ما المباراة دايرة. في عندك النهاردة مسؤول عن شركة اللي هي اسمها الأفريقية للأمن والحراسة اللي شفناها قبل كده، يمكن نظمت بطولة أمم أفريقيا اللي نظمتها هنا مصر وكانت ناجحة جدا السنة اللي فاتت ديت، هتستمر مهماتها زي ما بيقولوا لحد نهاية المباراة دي. مراسم تسليم الجوائز كمان وخروج اللعيبة بعد الماتش وطاقم التحكيم وكل الأمور اللي خاصة بالتنسيق هتتم مع قوات الأمن المصري. الموضوع التاني المهم بقى جدا اللي لا مفر منه، ويمكن كان حديث الجميع في الأيام اللي فاتت وخاص بالحضور الجماهيري في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، زي ما كابتن هاني قال كان كلام كتير قوي الأيام اللي فاتت عن الموافقة. طب ما فيش موافقة، طب كاف موافق على 10,000 رجع قال لك 5. الحقيقة زي ما النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم قال أنه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية تقرر عدم الحضور الجماهيري للمباراة النهائية. طبعا في ظروف صحية حرجة بسبب كورونا فيروس. النهاردة اللي أعلن الكلام دوت المدير التنفيذي لاتحاد الكورة وليد العطار، قال أنه الحضور في المباراة هيقتصر فقط على مجالس إدارات ومسؤولي الناديين فقط، وزارة طبعا الشباب والرياضة واتحاد الكورة برضو. فدي برضو نقطة مهمة علشان محدش بقى إيه يكلمني يقول لي سيام أنا عايز أروح الماتش. لا طبعا هناك سيام أنا عايز أروح الماتش. سيام والنبي مش عارف إيه، أكيد طبعا تكلموك أكتر مني بكتير. يعني الناس كلها كانت تتمنى تحضر مباراة كبيرة زي دي، لكن احنا كمان في البيت الكبير نوهنا ان طبعا ظروف الكورونا خاصة في الايام والاسابيع الاخيرة كان من الصعب جدا تنظيم هذا الدخول حتى لو كان العدد 5,000. وزي ما قلنا الامن كمان كان عنده ما عندوش مشكلة طبعا في التأمين، لكن هي الإجراءات الصحية والخوف على المواطنين ده كان السبب الرئيسي في عدم دخول الجماهير. كلنا عارفين ان في عدد كبير من الحضور للمسؤولين كمان من الكاف، يعني في الكاف هيكون عنده عدد كبير من المسؤولين عنه هو المنظم للبطولة، عندنا كمان اعضاء مجلس إدارة الناديين زي ما اتكلمنا، وزارة الشباب والرياضة كمان بتعلن انها ممكن يكون في شباب المتطوع، الشباب عدد شوية من الشباب يكون متواجد بإجراءات احترازية بشكل معين، ممكن بأتوبيس خاص بوزارة الشباب والرياضة. كل ده يعني كل ده الإطار التنظيمي، الإطار التنظيمي اللي اتكلمنا عليه بشكل كبير جدا الأيام اللي فاتت، إن إن شاء الله هذا التنظيم يليق باسم طبعا هذا اللقاء التاريخي ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. وزي ما بقول لك يا سهام، يعني كل الإجراءات ديت بتتم، ولكن النادي الأهلي مركز بشكل كبير جدا 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 على المباراة، مركزين الجهاز الفني واللعيبة دلوقتي في معسكرهم، بيذاكروا نادي الزمالك بشكل كويس، بيستعدوا على المستوى الفني على المستوى النفسي بشكل كويس قوي. إن شاء الله 48 ساعة ونشوف أبطالنا بإذن الله تفصلنا. في موقعة كبيرة إن شاء الله، نتمنى أكيد التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله مباراة يعني. مباراة تخلد في التاريخ، مباراة مش هتتمحى من أذهان أي حد أفتكر، لأن أفتكر دي واحدة من أهم مباريات الأهلي وزمالك في تاريخ الكرة المصرية. فالنهاردة يمكن يعني كلنا في حالة ترقب، كلنا في حالة قلق، مفيش نوم. بقول لك والله فعلا، ولا نتيجة الثانوية العامة فعلا، يعني الدنيا الناس كلها فعلا بتراقب المباراة واستعدادات المباراة ديت بشكل كبير جدا جدا جدا. الحقيقة هنا كمان يمكن عايز أقول أن وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي يمكن قام بدوره كمان، لما النهاردة كان ليه كلام مهم جدا عن جهود الدولة اللي نجحت أن هي النهاردة تنقل المباراة ديت لاستاد القاهرة، وكان طبعا في مساعي أكيد لحضور الجمهور، ولكن ده بسبب تداعيات كتيرة جدا، أولهم يمكن فيروس كورونا، وبعد اتفاق اتحاد الكورة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإنه يعني تعذر حضور الجماهير. لكن طبعا المواجهة يعني خلاص هتبث أرضيا وهيتم، مش مفيش حاجة اسمها إن القهاوي هتتقفل وإن الكافيهات مش هتتفتح، مفيش حاجة رسمي لغاية دلوقتي، مفيش الكلام ده خالص، عاري تماما من الصحة، عاري تماما من الصحة. وأفتكر أن مجلس الوزراء يعني نفى الإشاعات ديت. نقطة كمان يمكن قبل بقى ما ندخل في أخبارنا ويعني بالتفصيل خاصة بالتعصب، الظاهرة المذمومة
في كل الملاعب، مش بس عندنا، في العالم كله الحقيقة. إن شاء الله في ماتش يوم الجمعة بنوجه رسالة للعالم إنه الكرة المصرية والرياضة في مصر خالية من التعصب. وشفنا الحقيقة في الأيام الأخيرة تحركات جادة جدا من وزارة الشباب والرياضة ودكتور أشرف صبحي ورئيس طبعا المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام أستاذ كرم جبر. كل الأصعدة بتشتغل، كلها بتحارب ظاهرة التعصب، بنحاول نقضي عليها بالذات يعني قبل المباراة المهمة دي المرتقبة اللي احنا فيها زي ما بنقول وهنكرر محط أنظار العالم. أكيد أكيد إن شاء الله، زي ما بقولك إن شاء الله المباراة تخرج في الشكل التنظيم الرائع، وما يتبقى إن شاء الله هو مجهود اللاعبين في أرض الملعب بإذن الله، ونشوف مباراة على مستوى فني عالي جدا. يعني طبعا قبل ما نروح لأخبارنا العالمية، ويمكن أنت تابعتي كمان يا سهام، طبعا مارادونا بنتكلم الظاهرة العالمية، مارادونا ترند العالم كله دلوقتي في الساعات القليلة اللي فاتت، وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، طبعا اللاعب العالمي الأسطورة الأرجنتينية. ناس كتير قوي أكيد يعني بتعشق كرة القدم علشان مارادونا، ناس كتير جدا جدا على مستوى العالم، ما بتكلمش على مستوى الأرجنتين بس، كانت بتعشق كرة القدم وتقول مارادونا هو يعني ما بين قوسين كده هو أسطورة لن تتكرر. كان مثل أعلى للعيبة كتيرة جدا جدا في الموهبة والحرفنة، وإحنا كمان وإحنا صغيرين كنا بنتفرج على الكورة علشان خاطر مارادونا. فطبعا هي وفاته كانت يعني مفاجأة ومش مفاجأة، لأن أنت عارفة سهام الأسابيع الأخيرة كان بيخش في مرحلة تدهور في الصحة شوية، دخل العمليات وغرفة صار العمليات العملية يعني كانت نجحت لكن هو ظروفه الصحية للأسف كانت الفترة الأخيرة يعني ما كانتش كويسة بشكل كبير جدا. يعني مارادونا طبعا المدهش، احنا عارفين طبعا أهدافه الرائعة والهدف فيه طبعا المقولة الشهيرة، الجون اللي جابه طبعا في ضد انجلترا في كأس العالم وكان بإيده، ولما سألوه حتى في مؤتمر صحفي أنت جبت الجون بإيديك، فقال له لا ده هاند أوف جاد. يعني هو دوت المقولة الشهيرة على هدف يعتبر هدف أسطوري، وفي نفس الوقت كان عليه جدل كبير جدا جدا أنه أحرز الهدف بإيديه، وهم سألوه وقال لك ده يد الإله، يد الإله هي اللي دخلت الجون. يعني مارادونا أسطورة وأيقونة الأرجنتين، يعني ده ما كانش لاعب عادي على مدار تاريخه، كان ساحر كبير جدا بيؤمر الكورة تعمل اللي هو عايزه، فكان لاعب أسطوري بمعنى الكلمة، يعني من الصعب جدا جدا أنه يتكرر. طبعا مارادونا اسطوره كبيره جدا 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 الله يرحمه. يمكن عايزين نقول نبذه عن الاسطوره مارادونا، احنا عارفين مارادونا اتولد يوم 30 اكتوبر سنه 60، وهو اللاعب الان طبعا كان الاكثر جدل على تاريخ الكره العالميه، بيعتبره الكثيرين زي ما قلت لكم من افضل اللاعبين في تاريخ كره القدم. يعني لعب في 4 بطولات كاس عالم، قاد الارجنتين زي ما احنا فاكرين مونديال المكسيك 86 للفوز باللقب على حساب طبعا المانيا الغربيه في المباراه النهائيه، فاز بجائزه الكره الذهبيه كاحسن او افضل لاعب في البطوله. في نفس البطوله في طبعا في الدور ربع النهائي سجل هدفين في مباراه طبعا جمعت ما بين منتخب الارجنتين ومنتخب انجلترا، وانتهت ب2-1. وزي ما اتكلمنا واحنا الهدفين معروفين جدا، ان الهدفين دول دخلوا تاريخ كره القدم لسببين. السبب الاولاني عن طريق طبعا احنا عارفين لمسه طبعا بايده وجاب الجون بايديه، والمقوله الشهيره هاند اوف جاد. وطبعا في الهدف الثاني يعني ما بيتكررش، يمكن ميسي اللي كرره في لحظات معينه، لكن الهدف الثاني
من مسافة 60 متر، فاكرين الهدف دوت ان هو كمان كان في نص ملعبه، استلم الكورة وبدأ يراوغ تقريبا كل فرقة المنتخب الانجليزي وبيرأس الجون وبيحط جون، اعتقد من الاهداف العالمية التي لا تنسى في تاريخ الكرة العالمية، وكان حقيقة ده كان هدف القرن العشرين. وعلى فكرة طبعا في 17 اغسطس في 2015 كمان مارادونا زار تونس. ليه زار تونس؟ لان الحكم التونسي طبعا بن ناصر زاره في بيته، ده كان اللي ادار هذه المباراه التاريخيه ما بين الارجنتين وانجلترا في كاس العالم، ومارادونا زاره في بيته وقدم له يعني قميص المنتخب الارجنتيني عليه امضائه وشكره طبعا على الهدف اللي سجله مارادونا. طبعا يعني مارادونا زي ما بقول اسطوره كبيره جدا جدا على مستوى كره القدم، ومن الصعب جدا تكرار هذه الأسطورة. طبعا يعني طبعا ربنا يرحمه. طبعاً. يعني مارادونا طبعا زي ما حضراتكم يمكن في ناس كتيرة جدا عارفة تاريخه، مولود في بوينس آيرس، كان من عائلة فقيرة جدا، مرحلة اللي هو كان بيلعب مع أرجنتينيوس جونيورز ما بين 74 و 77، بعد كده لعب بشكل احترافي في نفس الفريق ال 81، بعدها راح بوكا جونيورز، سنة 82 انتقل لبرشلونة الأسباني، في 83 فاز مع نادي برشلونة ببطولة كأس أسبانيا بعد هزيمة طبعا ريال مدريد في 84، راح نادي نابولي الإيطالي، صنع تاريخ فقراء الجنوب الإيطالي زي ما بيقولوا كده، لقب نابولي فقادهم للفوز بالدوري الإيطالي مرتين، كاس إيطاليا، كاس الاتحاد الأوروبي، وكاس السوبر كمان الإيطالي. فربنا يصبر أنصاره ومحبيه وأسرته طبعا، ومش هيتنسى يعني. مارادونا أسطورة فعلا، أسطورة الكورة يعني. قبل ما نكمل على مارادونا يا سهام، معانا تليفون مهم جدا، الأستاذ ده طبعا العميد محمد مرجان مدير التنزيلي للنادي الأهلي معانا على التليفون. مساء الخير يا سياده العميد. كابتن هاني مساء خيرك، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. مساء الخير يا سياده العميد. مساء الخير يا سياده، مساء حضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك. نتكلم عن اتفضل اتفضل لو النبي اتفضل. يعني بنتكلم على طبعا يمكن كنا بنتمنى طبعا الحضور الجماهيري، وكنا بنتكلم على الاجواء التنظيميه قبل مباراه طبعا القمه. عايزين نسمع من حضرتك العمليه التنظيميه بالنسبه للدول، وعمليه تنظيميه بالنسبه لاعضاء مجالس النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتحضر هذه المباراه، الشكل التنظيمي ازاي ماشي خلال ال 48 ساعه الجايه لغايه ان شاء الله بدايه المباراه؟ لا هو طبعا النادي الاهلي مش طرف في تنظيم المباراه تحت اشراف الاتحاد الافريقي، هو المنظم بالتعاون مع الاتحاد المصري. النادي الاهلي طرف في المباراه، هيلعب الدور اللي هو هيلعب فقط تغيير اللوائح، واحنا اعلنا كده امبارح ملتزمين باللوائح، ملتزمين بقرارات الامن المصري، ملتزمين بقرارات وزاره الصحه، ملتزمين بلوائح الاتحاد الافريقي ان شاء الله باذن الله، واحنا منتظرين اللي هنعلم بيه هو ده اللي النادي الاهلي هيبقى ملتزم بيه ان شاء الله باذن الله. فانا من النادي مش طرف في التنظيم خالص، بل بالعكس احنا بنتمنى يكون هناك مباراه تليق بمصر ونهائي افريقي، الناس كلها تتفرج عليه، عايزين الفير بلاي، عايزين الروح الرياضيه. ان شاء الله نبارك باذن الله باذن الله الاهلي. يا رب يا رب ان شاء الله. متابع يا كابتن هاني معانا، النادي الاهلي قافل على نفسه، عندنا صحيح عمليه بنتحرك فيها بشكل طبعا، كان عندنا النهارده فريق كوره برضه قافلين بنتحرك كده، ربنا يكرمنا نوصل ليوم الجمعه ان شاء الله بخير وسلام. الناس تراعي بس اللي فيه جماهير مشحونه وفيه شباب مشحون، نراعي هذا الكلام ان شاء الله تبقى مباراه كل الناس تفرح باذن الله، وكل الناس ان شاء الله تليق ثاني، هنرجع نقول ثاني هتليق باسم مصر باذن الله، وفي الاخر ان شاء الله باذن الله نهني النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نهائي، هتكون مباراه كبيره ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه بس يا سياده العميد اللي احنا طبعا دايما بنحاول ان احنا نكرره ونذكره هنا في البرنامج وفي القناه بشكل عام، ان هدوء الاعصاب مطلوب، يعني نراعي شعور بعض ايا كان الفائز، بس ان شاء الله طبعا الاهلي يفوز بالبطوله دي، بس نراعي شعور بعض خاصه في مباراه مصريه مش بتتكرر كتير، يعني ده حدث تاريخي. يعني شوفي يا استاذ سام، يعني ما حدش كان يتصور النهائي الافريقي يكون مصر، صح؟ وده ان ده اللي فيدل على قوه الكره المصريه، صح؟ والرياضه المصريه ماشيه في الاتجاه الصح، ولكن احنا كنا بنطالب تنفيذ القانون، تنفيذ اللوائح، هو ده اللي بيخلي الناس كلها تكون مرتاحه، هو ده اللي بيبقى هو نبذ التعصب الحقيقي. طالما كل واحد عارف اللي هو بياخد حقه، هتتفرجي على اداء رياضي متميز، لكن طول ما في طرف حاسس دايما او بيتوهم اللي هو مغلوب على امره والطرف الاخر، ده عمرنا ما هنخلص من الدوامه دي، ان شاء الله باذن الله نخلص منها. يا رب. ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله تبقى بدايه انطلاقه جديده للرياضه باذن الله، وترجع الرياضه اخلاق، ترجع الرياضه لوائح، ترجع الرياضه
قوانين بتتطبق على كل من الكبير للصغير. فان شاء الله ربنا يوفق، ربنا يوفق الامن المصري، اتحاد الكوره، اتحاد الافريقي، وزير الشباب والرياضه، كلهم متكاتفين، الناس كلها على اعصابها. فعشان كده احنا بنطالب كل مسؤول ما بقاش في تطريح غير على قد المسؤوليه بتاعته، لاننا كلنا عايزين نتعاون المباراه تبقى بشكل جيد لصالح الرياضه المصريه. صحيح. ده صحيح، ده اللي بندعو له وحضرتك بتدعيه، ومن هنا من البيت الكبير كمان بقى لنا تقريبا اكتر من اسبوع بندعو اللي حضرتك بيقوله. ان شاء الله المباراه تخرج على الشكل اللي ليه باسم مصر واسم النادي الاهلي. وعايزينها تكون حقيقه بقى، ما نبقاش بنات طبعا حقيقة. اكيد يعني قول وفعل. اكيد اكيد قول وفعل، كل مسؤول في مكانه يلتزم بتثبيت قول وفعل، وربنا يوفق ان شاء الله لاعبتنا ويحفظهم من شر الوباء اللي احنا ان شاء الله. ان شاء الله العميد مرجان محمد مرجان بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله بالتوفيق لفرقتنا للنادي الاهلي. قبل ما نخش على اخبارنا، ربنا يكسب يا رب نكسب ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله. قبل ما نخش بس على اخبارنا كمان، كنا بنتكلم طبعا على الاسطوره مارادونا، وانا على المستوى الشخصي كان انت كان ليك تجربه معاه في دبي. يعني قعدت معاه شهرين، كان في دي صوره كنا عاملين حاجه يعني في دبي، كانت عامله اكتشاف في النجوم العرب للولاد اصحاب المهارات في كره القدم، وكنت انا ومارادونا وكان رابح ماجر، يعني كنا ثلاثي كنا موجودين. ده يمكن صورتي انا ومارادونا وابني كنا موجودين في دبي من خلال هذه المسابقه. عايز اقول لك انه كان على المستوى الشخصي انسان رائع، ده طبعا النجم رابح ماجر، طبعا النجم العالمي الجزائري. فبقول لك على المستوى الشخصي كان بني ادم اكتر من رائع، يعني هو في الشغل متحمس، ويعني كان كمان بينزل يلعب مع الاولاد رغم ان هو يمكن كان عنده شويه اصابه، لكن كان بيلعب وينزل يلعب مع الاولاد. ما فيش حد في الشارع بيوقفه الا لما يتصور معاه. روحه مرح، يعني مرح بشكل كبير جدا، قريب كده من المصريين يعني انت عارفه الارجنتينيين برضو قريب. لكن يعني زي ما بقول لك، هو يمكن ما يلام شويه على مارادونا خروجه عن النص في بعض الفترات، لكن طبعا سلوكيا يعني تقصد يعني لا دخوله في مجالات تانية يعني مش عايزين نذكرها طبعا، يعني نذكره محاسن ما تاكل. لكن هو كاسطوره عالميه كبيره جدا جدا، انا كان ليا الشرف ان انا يمكن تواجدت معاه اكتر من شهرين في دبي، يعني على المستوى الشخصي انسان اكتر من رائع. احنا بنتكلم على موهبته، بنتكلم طبعًا على حرفنته، هو مثال في الموهبه والحرفنه. أكيد. مارادونا يعني طبعًا بصرف النظر عن اخلاقه، بصرف النظر عن اللي كان بيعمله، فهو لا اسطوره طبعا، ايقونه الارجنتين. نروح بقى لاخبارنا، حاجة بقى جميلة جدا وتدعو للفخر يا جماعة، فخر مصر طبعا والعرب. محمد صلاح بعد ما الاتحاد الدولي لكرة قدم اختاروا النهاردة، فيفا اختارته النهاردة ضمن قائمة العشر لعيبة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2020. زي ما انتم شايفين كده الحقيقة، طبعا القائمة ضمت أربع نجوم من فريق ليفربول لوحده بعد فوزه بلقب البريمير ليج، بس واحد منهم الحقيقة وهو تياجو الكانتارا، بسبب طبعا تواجده هو في بايرن ميونخ بعد فوزه معاه بكل حاجة في الموسم اللي فات، وعلى رأسها طبعا دوري أبطال أوروبا. بس في يعني او هو اتنقل في الصيف ده لليفربول بعد نهايه بطوله اوروبا على طول. وكابتن هاني بقى يعرف الساده المشاهدين على قائمه المرشحين. طبعا كلها نجوم، كلهم يعني كلهم نجوم كبار جدا، واولا فخر ان كمان ما زال صلاح يعتلي على قمه افضل اللعيبه على مستوى العالم. ويمكن ده بيرجعنا لسنتين ثلاثه ورا او قبل ما يروح ليفربول، ان كان في ترى صلاح هيقدر في البريمير ليج. طب اول سنه صلاح مش كويس، دي سنه وتعدي. صلاح ما شاء الله، ويعني فخر لينا كلنا كعرب وكمصريين وكافارقه انه يتواجد في هذه القائمه الطويله. اقول لحضراتكم القائمه بشكل كبير، تياجو الكانتارا طبعا الاسباني، ده لاعب البايرن ولاعب دلوقتي ليفربول، كريستيانو طبعا رونالدو البرتغالي لاعب يوفنتوس، كيفين دي بروين اللاعب البلجيكي وطبعا لاعب المان سيتي، ليفاندوفسكي طبعا ده اللاعب البولندي العظيم لاعب بايرن ميونخ، ساديو ماني السنغالي لاعب ليفربول، مبامبي طبعا الفرنسي في باريس سان جيرمان، وليونيل ميسي طبعا الارجنتين برشلونه، نيمار دي سيلفا طبعا البرازيلي في باريس سان جيرمان، وأكيد الصخرة الدفاع العالمية سيرجيو راموس الأسباني في ريال مدريد، وفخر العرب وفخر المصريين والفخر الأفريقي محمد صلاح طبعا موجود في ليفربول، وفان دايك كمان الهولندي في ليفربول. ده 10 أسماء أو 10 لاعبين على مستوى عالي جدا جدا من الأخلاق ومن المهارة،
هم دول اللي هيكون واحد منهم هو صاحب جائزة أفضل لاعب 2020. تعالوا نشوف تقرير عن هذه الأحداث وهذه القائمة ونرجع في البيت الكبير. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم قائمة مكونة من 11 لاعبا مرشحين لجائزة الأفضل في 2020، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. أبرز من ضمت القائمة بجانب صلاح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، والإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد. وفتح فيفا باب التصويت بداية من اليوم وحتى 9 ديسمبر المقبل على أن يعلن قائمة المرشحين الثلاثة في تلك الجائزة وجوائز أفضل مدرب في فئة الرجال والسيدات وحارس ولاعبة وحارسة وأفضل هدف بوشكاش. وسيقام حفل افتراضي يوم 17 ديسمبر للإعلان عن الفائزين. وعن كيفية تتويج الفائز بالجائزة، نرى أنه بعد إعلان القائمة النهائية تطرح للتصويت من خلال 4 مسارات، كل مسار منها يمثل نسبة 25% من الجائزة. يطرح التصويت على مدربي المنتخبات كما يصوت قادة المنتخبات، ويطرح التصويت أيضا على الصحفيين. أما نسبة 25% المتبقية فتذهب للجماهير الذين يمكنهم التصويت على الجائزة عبر موقع الاتحاد الدولي، وتجمع نقاط كل فئة وفقا لعددها وتضم نسبتها للجائزة. ويواجه محمد صلاح منافسة شرسة، فالبولندي روبرت ليفاندوفسكي على سبيل المثال قدم مستوى رائعا مع بايرن ميونخ الموسم الماضي وقادهم للفوز بالثلاثية المحلية ودوري أبطال أوروبا التي كان هدافها وهداف الدوري الألماني، إلى جانب الأسماء الأخرى المرشحة للجائزة. نروح لأخبارنا العالمية، وأكيد بنتكلم عن أصداء رحيل مارادونا. رحيل مارادونا يمكن مخيمة على العالم كله، يمكن كان قبل كده ميسي يمكن كتب له كلمات مؤثرة جدا في مشجعين راحوا له المستشفى بعد ما كان هو بيعمل عملية استئصال جلطة في المخ، واتقال إن العملية دي نجحت، لكن طبعا ده عمره وده قضاء ربنا. النهارده في ناس كتيرة جدا وأساطير كمان يمكن اتكلمت عن مارادونا. الأسطورة البرازيلي بيليه النهارده نعى رحيل مارادونا بكلمات كمان مؤثرة جدا، كتبها النهارده على حسابه الشخصي في تويتر. قال بالظبط كده: يا لها من أخبار حزينة، لقد خسرت صديقا عظيما وخسر العالم أجمع أسطورة. قال كمان: ما زال هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن الآن أتمنى أن يمنح الله القوة لأعضاء أسرته. يوما ما أتمنى أن نتمكن من لعب الكرة معا في السماء. طبعا يعني ما طبعا الاثنين بتتكلم على بيلي كمان من أفضل من لاعب كرة في تاريخ الكرة العالمية، أكيد. وكمان ميسي فطبعا نعي يمكن حزين جدا. والجملة الجميلة اللي عجبتني يعني بيتمنى انه يلعب يعني كمان عنده مع يعني في عنده حلم يعني حلم يعني. خلينا نروح لاخبارنا والبريمير ليج. طبعا اندريا ملك نادي ليدز يونايتد اتكلم النهارده وكشف على حجم الخسائر الكبيره جدا اللي تعرض ليها النادي الانجليزي رغم طبعا صعوده من الشامبيونشيب الى البريمير ليج بعد غياب 16 سنه. رئيس النادي قال ان ليدز يونايتد خسر 40 مليون جنيه استرليني بسبب اجراء الحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب والجانب الاكثر هو غياب الجماهير عن الملاعب. كمان بيأكد أنه لسه مهتم بشراء بعض الأندية الجديدة، لكن أكيد أولوياته هتكون ليدز يونايتد وهيكون طبعا على رأس اهتماماته في الفترة اللي جاية. طيب نروح بقى للذي لم يترك أثرا طيبا، واللي يمكن النهاردة الاتهامات اللي بتحصره وبتطرده هتفضل تطرده وين ما يروح، يعني أو منين ما يروح زي ما
بيقولوا. النهاردة بقى أحمد رئيس كاف الموقوف لمدة 5 سنين كان له بيان غريب جدا الحقيقة، وكان بيقول فيه انه يعني بتظلم وانه تعرض للظلم، واكد فيه انه التظلم على العقوبه، وقدم ده للمحكمه الرياضيه النهارده الدوليه. احمد النهارده كان بيطالب برجوعه لسباق رئاسه الاتحاد الافريقي بعد ما تم استبعاده او بعد ما تم قرار ايقافه النهارده 5 سنين. بيان النهارده احمد بيوصف بقى اقالته ده بايه؟ بانه مصدوم، وإن قرار إقالته غير مفهوم، وشكك في كل الأدلة اللي على أساسها تم اتخاذ العقوبة دي بوقفه 5 سنين. فعارف أنت اللي بيكذب الكذبة ويصدقها، عارف؟ طبعا هو قدم تظلم على أساس أنه بيقدم تظلم في الميعاد المطلوب، على أساس التظلم ده هو ما زال يحلم. وطبعا ده أعتقد خلاص نوع من أنواع يعني العبث، أنه العودة تاني ليه الترشح لمنصب الرئاسة مش صعبة، دي مستحيلة. الأمور بقت صعبة جدا، لكن التظلم هو يعني بيمشي في الإجراءات القانونية، أنه عنده تظلم بيقول أكيد في التظلم أن لا لازم تعيدوا الإجراءات تاني، وأن كل اللي اتكتب من خلال الإجراءات كان فيه أخطاء كبيرة جدا، لكن في اعتقاد الشخص أنه كان خلاص خرج من سباق الترشح لرئاسة الكاف للعمر كله أعتقد بلا رجعة. بلا رجعة. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأول حواراتنا هنا في البيت الكبير النهاردة معانا يعني الناقد الرياضي المتميز والمعلق الرياضي الرائع صاحب الإحصائيات والأرقام الجميلة الدكتور طارق الأدور. مساء الخير يا دكتور. أهلا بك يا كابتن. دايما يعني سعداء بتكون موجود معانا وبتثري طبعا برنامجنا وحلقتنا أكيد. الله يخليك يا كابتن هاني، وطبعا بحييك، وان شاء الله نتمنى الايام الجايه دي تكون ايام جميله للكره يا رب المصريه يا رب. وباذن الله يعني تخرج المباراه القمه بشكل يليق بتاريخ مصر اكيد وعراقه مصر باذن الله ان شاء الله. قبل طبعا ملفنا الاساسي ان شاء الله مباراه القمه، بالنسبه مقارنات واحصائيات وارقام كبيره جدا ما بين النادي الاهلي والزمالك في مباراه القمه، لكن طبعا كلنا تابعنا من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي والميديا كلها في العالم بتتكلم على رحيل مارادونا. هو طبعا شوف النهارده في 3 اخبار الحقيقه سلبيه جدا وزعلتنا جدا. الخبر وفاه مارادونا طبعا احد اعظم 3 لاعبين جم في تاريخ كره القدم. اذا حطينا مارادونا مع بيلي وميسي انا بعتبر ان دول اعظم من لمسوا كره القدم. في لعيبه كتير جت مميزه واخرهم كريستيانو رونالدو الموجود دلوقتي. الاحسن برجاوي يزعل، الاحسن هو من محب كريستيانو رونالدو. لا ما انا بقول في رونالدو وفي لعيبه كتير زي يوهان كرويف، في لعيبه كتير، لكن يبقى الثلاثه دول لو سالت كده، جيت عملت استفتاء في العالم كله، ال7 مليار نسمه في العالم، هتلاقي 1 و2 و3 بترتيبات مختلفة. طيب. بيلي ومارادونا وميسي، ده حسب ترتيب الأعمار السنية. فطبعا ده الخبر الأول. وبعدين وفاة الزميل العزيز المقداد محمود مذيع إذاعة شباب الرياضة، واحد من يعني الزملاء الأعزاء أصحاب الخلق الرفيع. والخبر الثالث طبعا حالات الكورونا اللي أصابت لاعبي الأهلي والزمالك، وكنا احنا بنتمنى أن يكون الفريقين بصراحة كل صحيح. جمهور الكرة العاشق لكرة القدم كان بيتمنى ان انت تلعب الاهلي والزمالك يلعبوا كاملين تماما بكل اللعيبة واللي افضل يكسب صحيح. يعني بغض النظر عن اي عوامل تانية. وبرضو كانت الناس كلها بتتمنى او يعني تتمنى ان ايه ما يكونش للمباراة اي مؤثر خارجي، يعني اللعيبة والملعب وبس، مفيش مؤثر خارجي يأثر على نتيجة المباراة. ادي ال3 حاجات اللي زعلتنا. لكن يبقى مارادونا طبعا اسم كبير جدا في كرة القدم العالمية. يبقى مارادونا هو زي كده ما بنقول بعض الأسماء المصرية زي الخطيب وحسن شحاتة والأسماء اللي هي حببت الناس في كرة القدم، بعيدا عن إن في نجوم جم كتير جدا، بس في أسماء كده تحس إن الاسم ده خلى لك مثلا 10-20 مليون يحبوا الكورة هم ما لهمش في الكورة. فده مارادونا ممن جعلوا العالم يعشق كرة القدم بالذات. ان بص انا كتير قوي بتكلم في الحته ديت، بقول كره القدم دايما بتسير نحو فقدان المتعه، بندخل عوامل القوه البدنيه ونواحي اللياقه البدنيه اللي كانوا بيسموها المدربين زمان يقول لك مواصفات الخناقه، يعني ايه؟ يعني القوي واحد قوي فبيتخانق وبيجري بسرعه فعشان يهرب من الخناقه، المهم ان ايه دي مواصفات خناقه. لكن تبقى كره القدم وعبق كره القدم في المهاره الفرديه، دائما اللي يعلق بذهن الناس. في لعيبه كتير جت
المهارة بس، لكن هو ما أنجزش حاجة، لكن يبقى اسمه كبير بسبب المهارة، غير اللعيب اللي هو البدني بس ده يعني بعد شوية الناس بنساه يعني. يعني هو بس عمره في الوقت اللي هو بيلعب فيه. فطبعا يبقى مارادونا واحد من الأسماء اللي علمت في النواحي الفنية وفي كرة القدم العالمية، فاسم يعني لن تنساه كرة القدم. صحيح. وكنا صحيح. نتمنى إن هو يكون في النهايات يعني حتى برضو مع زيادة الوزن وحاجات دي نكون نموذج أكتر من كده، لكن هو طبعا لا شك ترك بصمة لا يمكن حد ينساه. حقيقي. طيب بالنسبة طبعا نرجع لملفنا الأساسي ومباراة طبعا القمة ما بين الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة، وحضرتك عندك أكيد أرقام وعندك إحصائيات بالنسبة للقاء اللي جاي، يعني عرفنا على أهم الأرقام اللي ممكن تقولها للسادة المشاهدين بالنسبة للقمة ما بين النادي الأهلي والزمالك. بص، أنت عندك مباراة بين أقوى فريقين مش بس في مصر ولا أفريقيا، في منطقة الشرق الأوسط كلها. كان في استفتاء جميل عاملاه مجلة غرة السكر من حوالي 5 سنين، كانت بتتكلم فيه على أبرز الدربيات في العالم. طبعا ديربي ريال مدريد وبرشلونة احتل المركز الأول، الدربيات سواء كانت أندية أو منتخبات. فديربي البرازيل والأرجنتين اختير على المركز الثاني، يعني هو كانت تشكيلة يعني مش شرط أن يكونوا ناديين، ديربي وخلاص. ففي هذا الاستفتاء ديربي الأهلي والزمالك احتل المركز الخامس في العالم، على مستوى الخامس العالم. على مستوى العالم. فطبعا ده لا شك أن ده بيعكس إزاي كرة القدم يعني في العالم عرفت الأهلي والزمالك حتى في أوروبا وحتى في دول كتيرة، ومن خلال إن هم ديربي مهم جدا في مصر، ومن خلال إن هم أيضا أصبحوا من أعظم الأندية في أفريقيا في السنوات الأخيرة بشكل عام، ومن خلال إن لهم عشاق في كل أنحاء العالم. يعني لو رحت الدول العربية هتلاقي، لو رحت آسيا هتلاقي مشجعين الأهلي والزمالك. فده اللي خلى أهمية هذا اللقاء. عشان نتكلم على هذا اللقاء والمباراة اللي هي تعتبر في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يعني أنا يمكن بعتذر أن أنا أطلقت عليه لقب نهائي القرن، أنا أول من سميته نهائي القرن أو بطولة القرن. يعني ليه؟ لأنه طبعا أعظم من وسط المباريات اللي جمعت بين الأهلي والزمالك على مستوى كل المسابقات، دي أكبر مباراة بين الأهلي والزمالك. بمعنى إيه أكبر؟ أكبر مباراة، أعظم مباراة بين الأهلي والزمالك. ليه؟ لعبوا في الدوري في النهايه، دي بطوله محليه، صحيح بطوله كبيره لكن بطوله محليه، فلعبوا مباريات 120 مباراه في الدوري، لعبوا في كاس مصر لعبوا 34 مباراه، لعبوا عدد كبير من المباريات، لعبوا في السوبر المصري 7 مباريات، لعبوا زمان في بطوله منطقه القاهره، ولعبوا في بطوله الكاس السلطانيه اول بطوله على ارض مصر تقام سنه 1916. ده كله على المستوى المحلي. لعبوا كمان في على المستوى الافريقي في دوري ابطال افريقيا، ولعبوا في السوبر الافريقي، لعبوا في البطولات العربيه، ولعبوا اخيرا بقى المباريات الوديه. ما بين كل ده اهم مباراه هي المباراه دي. ليه؟ لان هم لعبوا قبل كده 8 مرات في دوري ابطال افريقيا بس مش نهائي. يعني الثمان مواجهات بينهم ما كانوش ابدا مباراه نهائيه، فهي مباراه في السكه، فتقل اهميتها عن انها مباراه بتحدد 3 ألقاب. يعني دي المباراه دي 3 ألقاب، بثلاث ألقاب. دوري ابطال افريقيا اللي كاسه هتتسلم بعد 90 دقيقه او ربما 120 دقيقه من اول مره يقام فيها نهائي دوري ابطال افريقيا من مباراه واحده بعد بدايه البطوله في 64، وحتى الان دائما كان النهائي من مباراتين، حتى البطوله الاخيره اللي لم تكتمل بسبب طبعا مباراه الوداد والترجي التونسي. فطبعا اول مره يتعمل مباراه واحده، ف90 او 120 دقيقه هيحددوا اللقب، ودي اول مسابقه. ثانيا بعدها بايام قليله سيكون كاس السوبر الافريقي، وهيكون بيجمع بين الفائز من الاهلي والزمالك وفريق نهضه بركان المغربي، وحسن الحظ ان هو في مصر الحمد لله، فيعني اللي هيكسب هيبقى عنده فرصه كبيره انه يضيف لقب ثاني. ثالث الالقاب بقى، وده مهم جدا، اللي هي كاس العالم للانديه اللي كان حتى الان قريب النادي الاهلي يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في نهائياتها، شارك في 5 بطولات، ففي امكانه ان يحقق التاهل السادس، او الزمالك يلعب لاول مره في كاس العالم للانديه. فثلاث بطولات باكج كده، ثلاث الالقاب في مباراه واحده، في مباراه واحده، حتى مش مباراتين ذهاب وعوده، دي مباراه واحده. اما نيجي نتكلم عن القمه دي نتكلم عليها من 4 زوايا رئيسية هي اللي بتحلل لنا الموقف دلوقتي. 1، التحليل الرقمي، ودائما انا هقول لك 4 حاجات وبعد ممكن نتناقش فيهم بحسب اسئلتك. تمام. نمرة 1، التحليل الرقمي.
التحليل الرقمي ده ما فيهوش كذب. يعني انا دايما الناس لما تيجي حد يقول لك رقم الشاذلي الهداف التاريخي للدوري المصري 173 جول، انا مش بجامل الشاذلي، مش قاعد كده بقول الشاذلي، بجامل الشاذلي. الخطيب اكتر لاعب سجل اهداف في بطوله في بطوله افريقيا في تاريخ مصر 37 هدف. مش بجامل الخطيب، لا ده رقم، الرقم لا مجامله فيه. صحيح. الكابتن هاني رمزي اللي قاعد قدامي لعب 123 مباراه دوليه، عارفهم انت عددهم؟ عددهم لا بس عارف ان 123، كنت فاكر 124 بس 123. 123 مباراه رسميه وجبت 5 اهداف. لا بجاملك في 123 مباراه ولا بقول ان انت مدافع وجبت 5 اهداف دوليه، لكن ده رقم لا يخضع للمعايير والمقاييس. يبقى اول حاجه التحليل الرقمي، نمره 2 التحليل الفني، ده اللي بيخضع لتغيرات. قد انا اعتبر مثلا اقول لك ايه احسن لاعب في مصر سين، انت تقول لي لا فلان الفلاني، وجهات نظر فنيه، كل واحد يحط معايير مزبوط. ويختار مثلا احسن لاعب، ممكن نختلف. طب مين احسن، علي معلول ولا عبد الله جمعه؟ ممكن نختلف في المركز بقى. في المركز بمركز. أوكي. مين احسن، مصطفى محمد ولا مروان محسن؟ ممكن نختلف، لكن ده التحليل الفني. طب يعني عندنا تحليل عددي تحليل وفني، رقمي وتحليل فني. نمره 3، ودي مهمه جدا جدا جدا، نقعد نتكلم للصبح في ارقام، ونقعد نتكلم للصبح في تحليل فني لواجبات كل مركز، ويوصل ايه بقى ان حاله اللعيبه ايه يوم الماتش. ماليش علاقه من مثلا كان حاله اشرف بن شرقي ايه على مدى الموسم كله، علي معلول حالته ايه على مدى الموسم كله، مصطفى محمد حالته ايه. لا انا بتكلم يوم المباراه ايه الوضع. ده نمره 3. نمره 4، ودي اتناقشت معاك فيها هنا لاني كنت اعلم بمشاكلها، واحنا بنتكلم من شهر بالظبط في نفس اليوم اللي تاجل فيه المباراه النهائيه من يوم 6 الى يوم 27، وتاجل فيه مباراه الزمالك والرجاء اللي كانت معلقه من يوم 1 في الشهر الى يوم 4. فاكر اليوم ده قلت لك ايه؟ في مستويات موجوده دلوقتي، لما وقف انا اخر مباراه رسميه للاهلي، سيبك من مباراه ابو قير للاسماد لانها كانت مباراه يعني لعب بالبدلاء، اخر مباراه كانت 31 اكتوبر اللي كانت امام طلائع الجيش اللي هي احتفل فيها النادي الاهلي بالدوري. يبقوا كام يوم؟ 27 يوم. والزمالك لعب يوم 4 واول مباراه برضو 27، يبقى 23 يوم. ف 23 يوم او 27 يوم دي فتره كبيره جدا تخلي لك المستويات ما تقدرش تعرفها. بالرغم ان الفتره ديت في عدد كبير لعبوا على الاجنده الدوليه، وبالتالي برضو موجودين في الملعب، يعني ما عادوش خالص، يعني في مباريات وفي يعني متواجدين في الملعب، ولا انت تقصد مش مع بعض يعني. ايوه كويس، ده سؤال، ده واضح جدا. طب ما مثلا السولية لعب مباراه وحمدي فتحي لعب مباراه، ده بالنسبه للاهلي مثلا تلاقي الونش لعب مباراتين، الونش هيغيب بس بنتكلم على لعبه. لكن دايما الهارموني بيتكون في الفريق اللي بيلعب مع بعضه، يعني فرق كبير قوي بين انك انت الاهلي كان لعب يوم مثلا 24، وبعدين لعب مباراه في الدوري، المباراه الاخيره في الدوري 31، وكان يلعب يوم 6، انت ماشي في هارموني قبل بقى المنتخب ما يتجمع وكده. رتم المباراه شغال، واللعيبه كلها بتلعب جنب بعضها. نفس الكلام الزمالك، يمكن المباراه الثانيه اتاجلت بس لعب مكانها مباراه الاسماعيلي الاخيره في الدوري، ولعب مباراه الرجاء بعد كده. الدنيا ماشيه، الريتم شغال، واللعيبه كلها منسجمه مع بعضها. ديت رابع العوامل. يبقى في اربع عوامل. العامل الرابع ده كنا بنتساءل هل في مصلحه الاهلي او الزمالك، فاكر اما سالنا هو ممكن جدا يبقى بيأثر على الحاله الفنيه ان المباراه هتتاجل كمان 3 اسابيع، لان كان مباراه يوم 4 واتاجلت يوم 27، بتتكلم في 21 او 23 يوم. بالظبط. كنا بنسال هيكسر الريتم اللي حضرتك بتتكلم عليه. احنا انا قلت لك ساعتها ده مؤثر جدا، قلت لك من ضمن عداله كره القدم، انا فاكر قلتها بالظبط في هذا المكان، عداله كره القدم انك تلعب المباراه في ميعادها. يجي بقى كورونا وقفت 3 أو 4، ده مش خلاص، ده قدر حكم ان في كورونا اثرت على دول، ان يكون المباراه ديت الوقت كده ما فيش ولا لعيب مصاب هنا ولا هنا، لما اتاجلت مثلا بقى هنا 6 مصابين وهنا 1 مصاب، يبقى ده مش عداله. العداله ان انت ده الموقوف يتوقف والمصاب يبقى مصاب، هي كره القدم كده. مش ممكن انا هلعب بفريق كامل على مدى موسم كامل، انما انت وحظك بقى، يجي مثلا حظك ان مثلا توقف
اليو ديانج وتوقف مش عارف علي معلول في مباراه مهمه، ماليش دعوه، هو ده الحظ، هو ده طبيعي، هو ده الطبيعي. لكن لما تيجي تاجل يبقى انت بتتدخل بقى، ده يبقى بتتدخل تدخل تاني خارجي. فعشان كده ده عنصر مهم جدا جدا جدا. وفي هذا العنصر انا كان وجهه نظري ان النادي الاهلي مثلا اما لعب مباراه ابو قير الاسمده في الكاس انه كان يلعب بالتشكيل كامل، ما اللعيبه ما لعبتش مع بعضها الفتره دي. في تخوف مثلا من اصابات، من مشاكل، في تخوف، لكن هو تخوف. وكان واضح كمان ان بعض اللعيبه جايه من المنتخب، يعني كان في برضه سفر كتير لو بتتكلم على اللعيبه بتاعه المنتخب اللي راجعه مع منتخب مصر جايين من توجو، ففي ارهاق شويه في السفر، مباريات والضغط، كان مباراتين في خلال 4 ايام، فممكن يكون في ضغط شويه على اللعيبه. فزي ما حضرتك بتقول هو كان التخوف، جزء من التخوف من الاصابه والاجهاد. ايوه انا معاك، بس ايه، انت ما تيجي تعدهم كده، الشناوي لعب المباراتين وحارس المرمى يعني مش بيعمل المجهود البدني الكبير. محمد هاني لعب مباراه واحده، ايمن اشرف لعب مباراه واحده، السوليه لعب مباراه واحده وتوقف، وحمدي فتحي لعب مباراه واحده، يعني لعب نص ساعه، يعني ساعه وخرج بالظبط. يعني عايز اقول لك ايه، ما فيش حد كان عليه عبء المباراتين بالكامل، لا كلهم لعبوا يا جزء من المباراه. قفشه حتى ما كملش مباراه بالكامل، يعني بنتكلم على اللعيبه اللي لعبت كان عندها الفرصة انها تلعب حتى لو جزء من المباراة. مش الغرض انك انت مثلا مباراة خايف تخسرها، لا، هي مباراة كانت تعتبر في عرف، هي اتصعبت في وقتها صحيح، بس تعتبر في عرف كرة القدم في قسم تاني، فهي تعتبر في المتناول أكيد. في المتناول، بس انت كنت تجرب اللعب، ممكن بعد كده انزل بقى البدلاء. يعني انت كنت تتمنى او تتوقع او تتمنى انه يشارك بالفريق الاساسي مباراة ابو قير، ومن خلال المباراه ممكن يخرج، يعني يلعب مثلا عنصر ساعه وينزل وينزل البديل وهكذا. فانت ترجع شويه، انت بتتكلم على الهرموني والتجانس يرجع تاني. بالظبط. طبعا انا زي ما بقول لك، لو مثلا انا تخيلت يوم 27 في مباراه كانت يوم 10، مباراه يوم 13، مباراه يوم 18، مباراه 22، وبعدين 27، زي ما كنا ماشيين في رتم المباريات كده، الوضع مختلف تماما. انت ماشي في رتم المستويات ماشي، انت كده اكنك ايه، بديت موسم جديد. يعني 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 بيني وبينك، ممكن مثلا ايه، اما وقفنا كان في لعيبه وصلت الى فورمه عاليه جدا، اليو ديانج ما كان هيلعب، هو الكورونا وقفته، يبقى ده مش عداله. كان السوليه في عز تالقه، علي معلول في عز تالقه، ده بالنسبه للاهلي. مروان كان ماشي، مروان محسن كان ماشي كويس جدا، وجاي جول في النهائي جميل جدا صحيح، وابتدى يخش في فورمه الماتشات، وابتدى كمان يثق في موسيماني، فابتدى يعلى. جيت انت قتلت الريتم ده، وبادي بقى من جديد. فدي دي انا حطيته نمرة 4، بس عنصر مؤثر جدا. نمسك الاول العنصر الرقمي اللي هو لا يقبل الايه، المناقشه، ده لا يقبل المناقشه. بس مش كل مره الارقام، وبالذات زي ما انا قلت لك العناصر بتتدخل فيها، ما تترجمش يعني لو قلنا الارقام مثلا الاهلي بيكسب عدد اكبر، ده مش بالداعي انه يكسب المباراه اللي جايه، الارقام ديت في التاريخ. لكن احنا عشان قلنا اول عنصر في التقييم رقمي، فنقول ايه، الاهلي في الدوري السنه دي في ال 34 مباراه فاز في 28 مباراه وتعادل في 5 وخسر مباراه واحده، نفس عدد المباريات بالنسبه للزمالك، الزمالك فاز في 21 مباراه وتعادل في 8 وخسر 5. طبعا الفارق الرقمي اللي احنا ما بنقولش ان هو حكم دلوقتي، بس احنا بنتكلم في الرقمي لصالح الاهلي اكيد. الاهلي في الدوري ده عمل رقم كبير جدا، انه سجل 74 هدف وعليه 8 عمل اكبر فارق من الاهداف، او بلس 66 هدف، ده اكبر فارق من الاهداف في تاريخ الدوري. بينما الزمالك في نفس الموسم جاب 50 هدف وعليه 27 هدف، يعني يعني زائد 23، الفارق رقمي كبير كبير. طب تعالى على بطوله افريقيا، سيبك من الدوري، انه ممكن نقول مثلا ان الزمالك جه في السكه، ابتدى يفقد الامل في الدوري، اتعطل شويه. فخلينا نتكلم في افريقيا. كلا الفريقين لعب 14 مباراه، بداوا من الدور التمهيدي ماتشين، الدور الاول اللي هو الدور الثاني بقى ماتشين، يبقى 4، 6 مباريات في المجموعه يبقى كده 10، واثنين مباريات في دور 8 واثنين في قبل النهائي يبقى 14 مباراه. المباراه الاخيره دي تبقى 15، السنه دي البطل دوري الابطال او اللي لعبوا المباراه النهائيه لعبوا 15 بدل ما كانوا 16 مباراه، يعني لغايه السنه اللي فاتت. طبعا عشان المباراه النهائيه واحده. ففي ال 14 مباراه دول بالنسبه للاهلي فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر مباراه واحده، نفس ال 14 بالنسبه للزمالك
فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر في 3. نيجي للأهداف. النادي الأهلي عمل رقم قياسي ليس على مستوى مصر وإنما على مستوى بطولة أفريقيا منذ نشأتها سنة 64. إنه ضرب حقق أكبر عدد من الأهداف يسجلها فريق في نسخة واحدة لأي بطولة أفريقية. لأي بطولة أفريقية. أي بطولة بما أفريقية. بما فيها كونفدرالية. بما فيها كله. العمل الرقم القياسي كان الرقم القياسي مسجل باسم إنيامبا النيجيري. سنة 2003 البطولة اللي فاز فيها عن الإسماعيلي في النهائي. كان جايب 31 هدف. النادي الأهلي قبل المباراة النهائية مسجل 34 هدف. يبقى مبدئيا كده قبل النهائي هو ضرب الرقم بثلاث أهداف. فسجل النادي الأهلي على مدى البطولة 34 هدف. ودخل مرمى 5. يبقى عامل بلس 29. في نفس عدد المباريات اللي لعبها الزمالك. الزمالك بقى جاب 23 هدف. جاب 27 هدف. وعليه 6. يعني بلس 21. يبقى كده كل الدوري وبطولة أفريقيا الأرقام أفضل. نمسك الفريقين لعبوا إيه في بطولة الدوري في أفريقيا. لعبوا مع بعض على مستوى أفريقيا بشكل عام 9 مباريات. وعلى مستوى دوري الأبطال بس 8 مباريات. المباراة اللي خارج دوري الأبطال الوحيدة بين الأهلي والزمالك على المستوى القاري هي السوبر الأفريقي اللي كان في جوهانسبرج 94 اللي فاز بيه الزمالك. ده الفوز الوحيد للزمالك. الثمان مباريات اللي لعبهم الأهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا لعبهم بواقع مباراتين ذهاب وعوده ذهاب وعوده في الدور قبل النهائي لبطوله 2005 الماتشين اللي فاز بيهم الاهلي 2-0 و2-1 ولعبوا كمان مباراتين في المجموعه في 2008 لما ابتدوا مباريات المجموعه ولعبوا في الجوله الخامسه بعد كده 2-1 وبعدين 2-2 وبعدين نفس المواجهتين دول جم في 2012 برضو في المجموعات وفي 2013 في المجموعات يعني 8 مباريات اتنينات لم يفز الزمالك على الاهلي في هذه المواجهات. النادي الاهلي في الثمان مباريات فاز 5 مرات وتعادلوا 3 مرات. يعني عشان بقولك فاز ذهاب وعوده في 2005 وفاز وتعادل في 2008 وفاز وتعادل في 2012 فاز وتعادل في 2013 فخمس انتصارات وثلاث تعادلات والنادي الاهلي سجل 15 هدف والزمالك سجل 8 اهداف. يبقى رقميا في كل المناسبات الاهلي يتفوق على الزمالك في هذا العنصر. صحيح صحيح. نيجي بقى على حتى رقميا بالنسبه لارقام اللعيبه نفسها باستثناء تفوق الزمالك في ان هدافي مصطفى محمد جاب 7 اهداف باعتبار ان هدف هو جاي المفروض جاب 8 اهداف بس للاسف الاتحاد الافريقي سجل هدفه في مرمى جوهانسبرج للمدافع في مرماه اون جول فهو بقى جايب 7 زي بن شرقي بينما حسين الشحات في الاهلي جاب 6 فيعني الهداف في الزمالك يعني مع ارقام اكتر على مستوى التهديف بالظبط بس لاعبين فقط جابوا يعني 7 و7 او 7 و8 نقول مصطفى محمد برضو كان مساهم في الهدف ده 15 هدف من ال 27 جابوهم الاثنين دول بس يعني بينما عند التنوع بقى التهديفي عدد اكبر من اللعيبه سجلوا اهداف يعني العدد اللعيبه اللي سجلوا اكتر في النادي الاهلي فمن هنا بنتكلم على ان رقميا بشكل عام النادي الاهلي يتفوق يبقى العنصر الاول في التقييم وهو العنصر الرقمي كان الاهلي متفوق بيتفوق في نادي الاهلي وزي ما تقول ده عدديا واحصائيا ما لهاش دعوه بقى يعني انا بقول ايه في قناه الاهلي تعالى بقى نجمل الاهلي لا ده رقم يعني رقم. الاهلي سجل 34 هدف هنخصم له منهم ولا مش ده رقم تمام. ثابت اوكي نيجي بقى نخش في النواحي الفنيه اللي هي تخضع لمعايير بس ما هي المعايير الامثل عشان في ساعات زي مثلا احصائيات الكره ستاتس مثلا احصائيات اللي هي بتتعمل على المباراه ما اقدرش احط كل اللعيبه في بوتقه واحده في التقييم بمعنى ما اقولش ايه استخلص الكره كم مره ما انا مش مهممني قوي ان المهاجم يستخلص كوره ما اقولش عمل كام باص سليم وكام لان المهاجم برضو مش شرط انه يمسك يلمس الكوره كتير بتتوقف على حاجات كتير جدا ممكن عدد ممكن يطلع لي احصائيه ان مثلا دكتور طارق بيعمل 80% من باصاته سليمه واجي اشوف في الفيديو ان هو على بعد يرضى ويرجع لي او يرجع بالظبط يعني انا اجيب هاف ديفندر مثلا هو باسير كويس ودي على فكره الوظيفه رقم واحد في الديفندرز مركز 6 اللاعب اللي بيلعب مركز 6 ومركز 8 هي مهاره التسلل والتسليم صحيح. لان ده مهمته هو بيوصل الكوره طبعا في عوامل تانية واما في الكوره الحديثه جدت
صفات كتير جدا في لاعب الوسط المدافع. أيه. غير اما اقول الجول، حارس المرمى عندي عناصر تقييم، فانا حارس المرمى بشوف المرونه والرشاقه، الثبات الانفعالي، الصفات الشخصيه لان الشخصيه دي مهمه جدا، القوه الانفجاريه، تحوله ناحيه الكرات، بشوفه في الانفرادات بيعمل ايه، ريفلكس، بتتكلم على الردود الافعال، بالظبط ردود الافعال السريعه اللي بنسميها القوه الانفجاريه، من وضع الثبات الحارس يتحول الى وضع الطيران في زمن قد ايه، التعامل مع عنصري الزمن والمسافه، الزمن والكره جايه له بيتعامل معاه ازاي، والمسافه جايه له الكره منين فيقدر يظبط نفسه على المسافه، الحركه، والحركه لحارس المرمى تشمل قسمين، الحركه في المرمى يعني انا بتعامل مع جايه لي كره عرضيه، جايه شوط في شوطه في الزاويه الشمال، في الزاويه اليمين، بتحرك ازاي على الخط او جوه منطقه السكس يارد، الحركه ما بين ثلاث خشبات ده صح، والتاني هو الحركه جوه منطقه الجزاء، مالك بقى منطقه الجزاء ازاي، يتحرك بره يتحرك جوه، ادي مثلا بالنسبه لحارس المرمى. بينما ما اجي للظهير الايمن والايسر الاثنين بقيم ايه، بقيم الاداء الواجبات الدفاعيه ورقابه اللعيب اللي في الجبهه العكسيه، يعني هو مثلا باك يمين الاهلي هيقابل الجبهه الشمال للزمالك، دي مهمه دفاعيه، التغطيه العكسيه، المسانده الهجوميه، لعب الكرات العرضيه ده نمره واحد، واتقان الكرات العرضيه، يا فرحتي انا العب مثلا 20 كوره ولا واحده منهم عند حد، فدي كلها عناصر تقييم. اما تيجي انت تحط عناصر التقييم دي، امسك مركز مركز، قلب الدفاع لازم يكون التمركز ازاي، انت طبعا بقى تتكلم في دي لا الالعاب الهوائيه بشكل العاب الهواء بتتعامل فيها ازاي، الرقابه الماركينج على اللعيب ده بتعمله ازاي، الانسجام وتغطيه المساحه، الوقت بقى في الكوره مش زي زمان انا مش مثلا ده يعني. مراقب ده خلاص ملوش دعوه، لا انا عندي براقب وعندي مساحه، انا مسؤول عن الجزء ده، والسيرد باك الثاني مسؤول عن الجزء ده، الكفرنج كمان، وبتتكلم على عوامل كتيره جدا وكل الكلام ده، وكمان بناء الهجمات الوقت جدت مثلا ما كانش زمان مطلوب قوي الا من الليبرو، ما انت كنت ليبرو مثلا او ابراهيم يوسف، ما كانش مطلوب بشكل كبير، لكن ما كانش يقطع وسلم وخلاص، لكن دلوقتي لا ده مهمه جدا طبعًا في تقييم طبعًا المدافع. الهاف ديفندر قلنا عنده مهام كتير جدا، الهاف ديفندر عنده مهاره التسلم والتسليم، التسديد على المرمى اللي هو مفقود عند كتير من اللعيبه، بيأدي كويس قوي لكن ما بيجيبش جوال ولا بيسدد على المرمى، دي مهمه جدا، دي ديسكريبشن قطع الكوره، مهم المسانده الهجوميه في العمق، مهم المسانده الهجوميه على الاجناب، مهم عمل الباس البيني زي ما عمل مثلا السنه دي كتير السوليه، زي ما بيعمل ساسي في الزمالك، احنا بنتكلم على هذه المهام، التغطيه الدفاعيه قدام السرد باكين، ولازم يكون عند الهاف ديفندر في الكره الحديثه انه لازم يغطي ورا الاثنين اللي بيطيروا في الاجناب طبعًا. ما هو كان دايما في فرق بتلعب على ورا اللعيب، يعني مثلا علي معلول بيزيد يلعب ورا، العب ورا مين، مهمه مين، مهمه الديفندر، فعشان كده اكبر توصيف وظيفي في كل مراكز الملعب للاثنين الديفندرات، سواء مركز 6 او مركز 8، اللي تحت راس الحربه كل لاعب له مهمه، المركز 10 ده عنده الكرات البينيه والتسليم، وانه يشتغل محطه، وانه يعمل الكفرج على الاثنين اللي على الاجناب، انه يغير مركزه، انه يحصل انسجام بينه وبين الاطراف، الملعب اطراف الملعب يلعب كرات عرضيه، ينضم للداخل دلوقتي، هو غير مهامه الدفاعيه بيرجع يساند، غير انه بيرجع يساند، وبالذات في كان ما كانش قوي في وقت فايلر، زمان برضه كان بيبقى معلق، يبقى الباك الوينج مين معلق، ما كانش مطلوب من مصطفى عبده زمان مثلا انه يرجع يدافع، لا ده كانت لكن دلوقتي مطلوب، شوف انت موسيماني اول ما بيفقد الكره الفريق الاهلي لازم كله يرجع ويرجع، تلاقي مثلا حسين الشحات لو بيلعب يمين وجايله وشمال تلاقيهم شبه باكين، مظبوط، ممكن وساعات بيبقى ورا علي معلول، يعني شفنا اجايب في بعض المواقف ان علي معلول هو اللي بيزيد، هو مأخر نفسه شويه، مظبوط، وحسين شحات عملها كذا ماتشي الوداد ذهاب وعود، فبنتكلم راس الحربه بقى حدث ولا حرج، عنده الاربع مهام اساسيه غير المهام الفرعيه، اولا تسجيل الاهداف ويسجل بمعدل الاهداف باليمين والشمال والراس، ولا هو بيلعب بيمينه بس، ولا عنده الثلاثة، ولا عنده اتنين من الثلاثة، ده كل ده تقييم، أداء الواجبات الدفاعية، كان زمان المهاجم ما عندوش واجبات دفاعية، دلوقتي لازم هو بيبتدي منه عملية الضغط الدفاع، نمرة ثلاثة صناعة الفرص، أنا مش مهاجم بس بسجل، لا بصنع فرص، عشان كده ميسي كان لما بيتكلم في وسائل الإعلام يقولوا له أهداف، يقول لك لا أنا بسعد لما بصنع، أما بخلق أهداف مش إن أنا أسجلها،
في وقت من الاوقات كان عماد متعب بهذا السيستم. عماد متعب في وقت من الاوقات ما كانش بيسجل لكن بيعمل مساحات لزمايله عشان بالظبط يفتح فيها المساحات ويتحرك. هي دي بقى المهمه الرابعه اللي يعني غلق المساحات والتعامل مع تحت ضغط الخصم. الاستلام الكره تحت ضغط الخصم مهمه جدا. اكتر لعيب بيبقى عليه ضغط هو المهاجم راس الحربه عشان داره لجول. حتى التانيين اللي هم الشادو سترايكرز الثلاث مراكز يمين شمال وفي العمق من 10 ده الثلاثه دول ممكن ينزل يهرب يخش لجوه يعمل اوفرلاب مع الباك اللي معاه يعمل شغل كتير لكن في النهايه ما تقدرش تمسكه قوي. لكن المهاجم ده دايما اكتر لاعب على ارض الميدان دايما ظهره للجول لان هو قدام خط الكوره مش ورا خط الكوره فبيستلم وظهره للجول فلازم يبقى بيعرف يستلم والمدافع لازق فيه في ظهره فدي مهمه جدا. فده في عناصر التقييم. لما تيجي تقيم العناصر ديت وانا زي ما قلت لك لازم حاله اللعيبه تحكم اللي هي طبعًا العنصر أكيد. رقم 4 رقم 3 حاله اللعيب يوم المباراه. بنيجي نقيم بتيجي تقول مثلا الشناوي وابو جبل الاثنين من ابرز حراس المرمى في السنوات الاخيره في الكره المصريه ووصلوا الى فورمه من حظ المنتخب ان الاثنين يوصلوا الى الفورمه دي. فلما تيجي تتكلم على حارس المرمى في احصاءات ارقام يعني اما تتكلم على حارس المرمى مثلا كام سيفز السيفز للشناوي اعلى لان هو عمل 73 سيف في الدوري السنه دي. 73 رقم كبير برضه. رقم كبير جدا. ليه بقى؟ لان السيفز دي بتبقى هي الكرات المحققه مش سيف مثلا واحد شاط من 50 يارده ومسكها لا دي مش دي هي لا. التسديدات القويه الكره مثلا انقاذ هي اسمها انقاذ يعني كره خطره جدا وانقذها او هدف وانقذه يعني. بالظبط زي بتاعه الشناوي مثلا اللي طلعها من في ماتش توجو وفي الماتش العوده من الزاويه الشمال زي بتاعه الشناوي اللي طلعها مثلا من ضربه راسيه لعلي جبر في ماتش بيراميدز في الدوري واحده من اعظم الانقاذات السنه دي زي بتاعه ابو جبل اللي حطها بادجي بضربه راس في ماتش الزمالك وطلعها من تحت العارضه اللي هي السيفز الخطيره ديت الشناوي في كاس العالم بتاع كافاني بالظبط المسافه ضيقه جدا فكل ده بقيم حارس المرمى. في حاجات فنيه وفي حاجات رقميه جوه التقييم ده يعني مثلا بقول جاله على الشناوي 11 انفراد انقذ منهم 7 بالنسبه لي ابو جبل 10 انفرادات انقذ منهم 6 شوف التقارب تقريبا زي بعض يعني تقريبا زي بعض ده واحد زي بس مش الرقم بس اللي بيحكم لا في العوامل الثانيه الشخصيه التحرك بين القائمين والعارضه ملء منطقه الجزاء اللي هي بتفوق فيها الشناوي شويه مثلا ابو جبل يجيب لك العالي شكلها ازاي يعني كمان الانفرادات ديت انت بتتكلم على انفرادات ممكن يكون انفراد من الجنب شويه فدي بتصعب الامور على الـ 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 يعني المهاجم انه يحرز فابو جبل مثلا او الشناوي قفل بشكل في مظبوط يعني في عوامل في عوامل كتير, كتير جدا بالظبط في حاجه اسمها برضو ايه حته ان حارس المرمى يكون عنده الطموح والصبر الصبر ده ان هو واقف مثلا 90 دقيقه ممكن يبقى واقف 120 دقيقه ازاي يبقى عنده صبر ان هو واقف وما جالوش حاجه بس ساعه ما تجيله دي اصعب دي صعبه جدا دي اصعب حاجه ان هو ممكن يحافظ على تركيزك 90 دقيقه بالرغم ان ممكن خلال 10 دقائق ما تكونش مشارك في المباراه بشكل بوزيتيف بشكل ايجابي بالظبط. فدي كمان بيتمرنوا عليها بشكل كبير جدا ان هو لازم يكون صاحي حتى يتكلم مع زمايله يبقى جزء من المباراه بشكل كبير جدا عشان ما يفقدش تركيزه وفجاه يحصل هجمه بالظبط. دي بتخليك تخيل. فانت بتيجي تعمل ايه من ضمن الحاجات اللي بتعملها مثلا ايه اجهزه الاحصاء العالميه في الماتشات الكبيره وماتشات كره القدم بيمسك الحارس بيحط له السبع ثمان عوامل اللي احنا قلناهم دول يقول كل عامل من 10 هنا هياخد كام 7 من 10 في دي ياخد كام 8 من 10 في السيفز ياخد كام كذا في الانفرادات ياخد كذا التعامل مع الكرات الارضيه ياخد كذا نحط الرقم ده والرقم ده انا عملتها بس مش هنقعد بقى نعد الارقام كده بس يعني عملتها لقيت الشناوي فارق عن ابو جبل فارق بسيط جدا يعني الفارق ده ما يفصلكش في مباراه فارق بسيط جدا. نيجي بقى للدفاع هنا والدفاع هنا قلبي الدفاع عندهم مهمه خاصه بيهم فبالتالي انت بتقارن مقارنه مباشره بين الزمالك لو كان بيلعب محمود علاء والونش انا بنتظر الونش افضل حالاته افضل واحد قلب دفاع في مصر دلوقتي يعني فهو طبعا فقدانه ده مؤثر جدا
اكتر كمان من تاثير عبد الله جمعه واكتر من تاثير اوباما. انا لو تقول لي مين اكتر لاعب الثلاثه اللي جالهم كورونا، اللي هو عبد الله اوباما وعبد الله والونش، انا رايي ان الونش اهمهم. يعني عبد الله جمعه عشان مفيش باك شمال تاني، بس ممكن الزمالك جربها كتير ولعب اسلام جابر. اسلام جابر، عشان كده لما تيجي تسالني مين اللي تتوقعه يلعب في المكان ده، في ناس تقول لك ايه، طب ما ممكن لو جاهز الونش. لو جاهز كان الونش ولا كان عبد الله تتكلم على المركز المكان عبد الله. عبد الله انا في ناس يقول لك ايه، لا طب ما يلعب لعيب طرف اصلا، حتى لو حازم امام جاهز ما يحط احمد عيد شمال بقى، انا هحط لعيب اول مره في ماتش زي ده احطه في حته تانية، او اخلي احمد عيد هو نفسه يمين وانقل حازم مش عمليه. لكن اللي جرب ولعب قبل كده وخاضها اسلام جابر، خلاص فانا احط اسلام جابر مكانه. لكن في القلب دي عبد الغني كويس مع محمود علاء، بس مؤثر جدا غياب ده. تيجي على النادي الاهلي، النادي الاهلي من اكتر المراكز اللي عانى منها على مدى الموسم هو قلب الدفاع. اتصاب سعد سمير وراه محمود المتولي وراه رامي ربيعه وياسر ابراهيم، ابتدى حتى اللي كانوا بيلعبوا ايمن اشرف كان بعد اوقات اتصاب وياسر ابراهيم اتصاب، يعني كلهم كانوا تقريبا في عداد المصابين. حمدي فتحي لعب شويه سردباك ايوه بالظبط. فعشان كده دي اكبر مشكله بالنسبه للنادي الاهلي هي قلب الدفاع. انما الزمالك في وضعه برضه عنده مشكلتين، مشكله ان الونش مع محمود علاء بيكملوا بعض، لان محمود علاء عنده الميل كده شويه يطلع مع المهاجمه، يطلع في ضربات الراس، ده على فكره صحيح ميزه للمدافع، لكن كان في وقت او من الاوقات عيب على الفريق، لان هو برده كان بيفتح ثغرات ورا الهجمات المرتده زي من ماتش الكاس، ما هو ماتش اف سي مصر ايه كان ايه اللي حاصل 0-0 الدقيقه 85 هجمه واحده مرتده مظبوط مرتده جابوا جول. فدي مشكله بالنسبه لطبعا للنادي. طب تعال نكمل مع حضرتك، يمكن تقييمك للجزء دوت، احنا وقفنا لخط الدفاع والغيابات، نتكلم كمان ان شاء الله ممكن الغيابات وتاثيرها على خاصه ديانج، نكمل للتاثيرات اللي بتاعه الكورونا الكورونا بالنسبه للفرقتين. نطلع بس فاصل ونرجع مع حضراتكم مع الدكتور طارق الأدور. رجعنا مع حضراتكم والدكتور طارق الأدور، اسطوره كبيره جدا طبعاً. جدا مش هنبطل يعني نتكلم عنه طبعا اكيد 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 يعني وعن 60 سنه برضو دي سن بالنسبه للرياضيين مش سن كبيره، يعني المفترض ان هو يعني فضل يلعب كره قدم لغايه ما تجاوز ال 36 سنه يعني يعني برضو اللعيب حتى اللي بيعمر شويه بتلاقيه محتفظ بلياقته فترة أكبر من عمره. يعني الله يرحمه برضه هي الحياة الشخصية برضه بالظبط هي دي الجزء الخارج النطاق الرياضي كان للأسف ما كانش على المستوى المطلوب يعني. طيب نرجع تاني لحوارنا، وكان حوار شيق جدا بالنسبة لغيابات نادي الأهلي والزمالك عن مباراة القمة، ورؤيتك للبدلاء هتكون إزاي والتعويضات هيبقى شكلها إزاي والخسائر أكتر هنا ولا هنا يعني. شوف طبعا هو من غير شك ان التاثير على الزمالك اكتر. ليه؟ لان الثلاثه اللي بيلعبوا اساسيين يعني الثلاثه، والزمالك ده كان في مشكله برضو في السنين اللي فاتت ان الزمالك عنده 11 لاعب بره اثنين، واحد مثلا ديفندر تاني ولا واحد تحت راس الحربه تاني، فالعمليه القماشه ما هياش واسعه انك انت تشيل ده تحط ده، فدي اللي مخليه النادي الاهلي ما يعانيش قوي زي معاناه الزمالك. نمسك الاول غياب اللي هو الونش، قلنا ان هو طبعا ده مؤثر جدا وانا بعتبره الاكثر تاثيرا. رغم عبد الغني برضه من اللعيبه الكويسه بس الانسجام اللي حصل بين محمود علاء زي ما تقول ايه، انت المخ وانا العضلات، يعني بيعوضوا، يعني لو علاء شرخ شويه عارف الونش ان هو يثبت ويعمل ايه، وبجانب تمركزه اعلى، التكوف بتاعه اعلى من عبد الغني شويه، اجاده ضربات راس افضل، التاكلينج هو كان في فورمه كويسه بصراحه بالظبط. فبالتالي من هنا عبد الغني مكان الونش نيجي على الناحيه الشمال عبد الله جمعه، هي دي المشكله اللي احنا قلنا هل يلعب اسلام جابر، ده من وجهه نظري انا هيلعب باسلام جابر باعتبار ان هو جرب يلعبه في المكان دوت وادى بشكل معقول يعني في المباريات اللي لعب فيها لما كان عنده ازمه ان عبد الشافي مصاب وعبد الله جمعه جاله شد عضلي في الفتره الاخيره من الدوري، فدي احتمال. الاحتمال الثاني ان هو يكون بيفكر انه يلعب اطراف اصليه، وده ممكن انا بعتبر ان انت المقوله الماثوره للمدربي كره القدم يقول لك اذا كنت عندك مشكله ما تخليهمش اثنين، انت عندك مشكله ان عبد الله جمعه غايب ما تخليهمش اثنين ويبقى عندك كمان واحد مش في مكانه يبقى عندك مشكلتين. فانا بتكلم ده اول حاجه. الثالث بقى مركز اوباما،
ده لما تعمل تبديل وتوافيق. اوباما مش موجود، اما ان هيلعب اوناجم، فاوناجم في الحاله دي مش هيلعب في العمق، هيلعب على الطرف، فهيروح في الطرف الشمال، تروح ناقل بن شرقي الى العمق الهجومي. وفي الحاله ديت انا من وجهه نظري ان بن شرقي لما بيكون على الطرف بيبقى اقوى بكتير لما يجي في العمق، لانه على الطرف بيجي من المكان فاضي وبيقدر يخش لجوه، غير ان هو اصلا جوه ممكن تقفل عليه، يعني اللعيب اللي المساحات بتبقى اديه شويه جوه بالزبط. كل ما دخلت الملعب شويه يمكن يعني المساحات بتضيق بقى بتضيق شويه. فتعمل ايه؟ يا اوناجم تحطه شمال ويخش بن شرقي في العمق وزي ما هو زيزو، يا اما كاسونجو تلعبه شمال برضو ويلعب بن شرقي في العمق، يا اما بقى هو ماتش الكاس، ماتش الكاس يمكن افتكر لعب مصطفى محمد وكاسون، يعني لعب الاثنين، لعب اثنين اه، فممكن يكون شادو سترايكر، بس مهامه طبعا مختلف عن اوباما شويه، يعني ممكن يلعب بنفس الطريقه. لا بس كاسون لما يلعب مش هيلعبه في وجود مصطفى محمد راس حربة صريح رقم 9، لا هيلعبه شمال. لانه اصلا بيجيد اكتر اللعبه في ناحيه الشمال. ففي بقى حاجه تانية دي توليفه بقى، ان اتعملت السنه دي في عدد قليل من المباريات، ان ساسي هو يلعب شادو سترايكر مش ديفندر، ويلعب محمد حسن، يبقى محمد حسن جنب طارق حامد، وساسي 10 برضه نفس الكلام. اذا ساسي لعب قدام ما عندوش الرؤيه والمساحه ان هو يلعب زي ما بيلعب ديفندر. فده الثلاثه بتوع الزمالك وكل احتمالاتهم، واحد بواحد كالوينش، وفي الشمال يا اما اسلام جابر يا اما يلعب واحد من الاطراف، وفي قدام في ثلاث احتمالات اقربهم من وجهه نظر انا، ان اوناجم يلعب شمال ويلعب بن شرقي في العمق، يبقى ده. نيجي للاهلي. الاهلي الضربه قاسيه رغم ان هي في لاعب واحد من التشكيله الاساسيه، لكن ضربه قاسيه جدا. ليه؟ لان ديانج بقى رئه مهمه في الاهلي، وبقى له مسؤوليات تفوق ما ان انت بتلعب باتنين هاف ديفندرز، تفوق واجبات مركزه اصلا، بيعمل حاجات ممكن ما يعني بتزيد عن مهام مركزه، مش مطلوب انه يعمل اسيست، مش مطلوب انه يزيد بشكل كبير جدا في فترات طويله، لا ما شاء الله، يعني ربنا يرجعه اول حاجه بالسلامه، لكن هيكون طبعا في مؤثر جدا. على الرغم من ان اصلا اليو ديونج ما كانش اساسي في بدايه الموسم في عصر فايلر، كان اللي بيلعب حمدي فتحي والسوليه، لما حمدي فتحي اتصاب راح ملعب السوليه جنب ديانج، ومن هنا ابتدى ديانج يخش في التيم، بس في البدايات ما كانش كده. في اخر 7 مباريات على وجه تحديد فاجئنا ديانج بمهاره ما كانتش احنا بنحطها في الاعتبار في اللعيب اللي هو مركز 8 او مركز 6 خالص، ان انا ابقى دريبلر بالكوره واخترق في عمق الملعب. إذ كان دي مطلوبة من لعيب تاني بيلعب في الأطراف أو لعيب تحت راس الحربة، فهي ما كانتش في الحسبان عندنا احنا. احنا ما كانش عندنا تشافي هرنانديز بالظبط، أيام برشلونة ما كانش عندنا لوكا مودريتش، ما عندناش الكلاس ده. جالنا ديانج هو أول، يعني أنا ما أذكرش إن مثلا من أيام حسني عبد ربه ومحمد شوقي لما كانوا الاثنين، أنت فاكر طبعا الاثنين دول لما كانوا ديفندرز وكان إزاي بيأدوا الدور ده، اما كانوا بيكملوا ويشوطوا، لا ده مش بيسدد، لا ده بيخترق ويعمل اسيستات في العمق ويعمل الكلام ده. انما اللي جدد كمان مباراتي الوداد طلعت المخزون اللي عند ديانج في حته مهمه جدا، ان ازاي انا اعرف اما استلم تحت ضغط الخصم في حته صغيره اعمل الباس على طول، يعني زي كره الهدف الثاني اللي عملها لحسين الشحات في مباراه الوداد، مباراه العوده بوش رجله خارجي من الشناوي، الكره جت في نص الملعب، كرة مقتولة تماما. لو ما عندوش القدرة على انه يحط اللعيب في ظهره ويدوس بيها يمشي، ودي مش ما كانتش موجودة عند، يعني مثلا ما كانتش عاشور ولا طارق حامد اللي هو الكلاس بتاعه طبعا، لا يعني مش موجودة عند ناس كتير، مش عند اللعيبة دول بس بالظبط. يعني الهولدنج ميد فيلدرز اللي هي اللي احنا عارفينهم من زمان 6-6 يعني اللي هو 6-6 ده، انه هو دايما بيستلم ويدور ويعمل باس كده ويعمل يدور، المدربين زمان يقول له اقطع وسلم مالكش دعوه، يعني اول ما تقطع سلم الكره بعدين مالكش دعوه، لا ده ايه بيستلم وبيدوس على الكره وباس واحد صحيح. انفراد من نص الملعب للشحات، فدي تفرق كتير جدا في استراتيجيه، يعني اما يلعب حمدي فتحي لا يقل عنه، حمدي فتحي لعيب منتخب ولعب مع المنتخب لكن بنتكلم على ان كان في فكر تاني، يعني فكر تاني ان انا اضغط منين واكمل ادوس منين، ومين اللي يكمل معايا، مين اللي انا هخش مكانه هيفتح لي سكه او هيخش
هو العمق، دي حته مهمه جدا 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 هيفقدها النادي الاهلي. وليد سليمان مش كانش هيبدا اساسي، بس وليد سليمان ورقه مهمه جدا جدا ممكن تقلب موازين اي مباراه. فطبعا لا شك ان انت ايه هتبقى ما عندكش نفس الاوراق. وميزه وليد كمان على طبعا المستوى الفني بيعمل الفارق اخر ثلث ساعه، وكمان على مستوى البوش على مستوى القياده. ما انت ساعات في المباريات الكبيره بتحتاج لاعب زي وليد سليمان انك ينزل، يا اما لا قدر الله متاخر بهدف فبيديك ادفانتج، بيديك فرصه انك تحرز هدف. والجزء الثاني انه بيكون قائد ملعب، ان هو يعمل بيهدي لعيبه بشكل او بيمسك كوره بشكل كويس. فدور وليد كمان ما كانش على المستوى الفني بس، لا كمان على المستوى القيادي. مظبوط كلامك، مظبوط. انت انا قبل ما انت تقول دي كنت هقول لك النقطه المهمه، ان فجاه النادي الاهلي اللعيبه الكبار اللي هي عندها خبرات برضو، دايما الخبرات جيل بيسلم جيل. اما الاهلي مثلا فقد عدد من اللعيبه زي احمد فتحي، زي شريف اكرامي، زي اللعيبه اللي هي ايه بقى لها سنين وعارفه ازاي عندها روح القياده وروح ان هو اللي هي مسميها اوضه اللبس. اوضه اللبس دي ما كانتش بتتقال زمان، لان اللعيبه ينزل على بركه ربنا كده وخلاص. طبعا بركه ربنا اعلى من اي حاجه، بس ايه ما فيش الفكر بتاع ان انت اوضه اللبس دي انت بتعامل اللعيبه ازاي وقائد ازاي ويلمهم ازاي، وكانوا هيحمسوا بعض بحاجه متفقين عليها. فدي مهمه جدا، لان هو الباقي من العجينه بتاعت الاهلي، اللي عارف العجينه اللي هي بيتعجن فيها اللعيب كده في الاهلي، هي دي اللي كان باقي. فطبعا ده لا شك مؤثر جدا. اما صلاح جمعه فايه هو مش في الحسبان يعني. اتكلمنا على ديانج ووليد سليمان، نيجي لحته مهمه جدا. احنا دلوقتي في الايفالويشن او في التقييم الفني بتاعنا، انت لما بتيجي تتكلم على علي معلول ما يجبش انك تتكلم على علي معلول اللي انت شايفه في السنه دي والسنه اللي فاتت كان من احسن اللعيبه. انا بحطه السنه اللي فاتت، مش اللي هو موسم 2018 19 احسن لاعب في مصر، مفيش كلام. صناعه اهداف وتسجيل اهداف وكرات عرضيه، وكان يعني كان عامل شغل فوق الوصف. وبالذات لو تفتكر في المباراه اللي كان مع الترجي في تونس، لما فجاه لقيته جوه منطقه الجزاء جاب جول، وفجاه راح يمين. انا عمري ما شفت باك شمال يروح يمين، راح ناحيه الوينج اليمين وعملها العرضيه بتاعت اجاييه. صحيح، يعني حاجه كانت مبهره. كان في افضل حالاته الطبيعي، وما زال بصراحه يعني على معلول من افضل مظبوط من افضل العوامل ان شاء الله باذن الله تساعد النادي الاهلي في المباراه اللي جايه. بس اما تيجي بتتكلم بقى على علي معلول، لازم هنا تحط الشخص واللي هيلعب عليه طبعا عشان تبقى تقييمك صح. انا علي معلول عنده الناحية الهجومية ممكن ياخد فيها 9.5 من 10، إنما النواحي الدفاعية أقل شوية. بس أنت هتلعب على مين؟ على زيزو. على زيزو. هنا في عبء على كلا اللاعبين. زيزو وهو بيهاجم أفضل بيفكر في معلول اللي هو هيجي على الناحية ديت، فهيلعب على مثلا لو حازم إمام اللي هو لسه راجع بعد إصابات طويلة، أو أحمد عيد اللي هو لسه صغير في السن وخبراته قليلة. ففي دماغه انه انا مسؤوليتي برضو أساعد. ان انا اساعد هنا، فهيهاجم وهو فكره في الدفاع، وهيدافع وهو فكره في الهجوم. نفس الكلام علي معلول. علي معلول في العادي هو عنده سرعه الانطلاق، لكن في دماغه مين؟ زيزو اللي هو في فورمه فنيه كويسه ويقدر انه يخترق ويلعب كرات عرضيه. فبقت الموضوع مشترك، لازم اقيم اللاعبين في الاداء في الحته دي. كمان بقى نقطه مهمه جدا، فارق كبير جدا بين لعيب الكلاسيك وينجر اللي هو لو جات له 10 كور 9 منهم هو رايح على الطرف، وبين لعيب هو فكره يخش على في الدخول على جوه، يعني فكره انه يخش على جوه. عشان كده بتفرق برضه دكتور في يعني اذا كان لعيب ايمن بيلعب ناحيه الشمال او لعيب ايسر بيلعب ناحيه اليمين. الله ينور عليك، دي لسه كنت هقول لك ازاي بقى. انا مثلا لو فرض ان حسين الشحات هيلعب مثلا على اسلام جابر او على عبد الله جمعه زي ما كان المفترض الاول، عبد الله جمعه بيلعب برجله الشمال، فانا لو انا بجي من على الطرف وانا بلف لك عايز اقطع، رجلي الشمال هي اللي قريبه، اسهل لي. يعني انا دلوقتي حسين الشحات رايح على خط الملعب، ورايح على خط الملعب وجاري معاه مين؟ عبد الله جمعه. رجله الشمال اما يطلع كده يبقى هي العدله بتاعته. لكن لو حسين الشحات ده لو بدل حسين الشحات وليد سليمان بيعمل ايه؟ مره كده ومرات يخش من العمق، فلما يخش لجوه جالك على انهي رجل؟ على الرجل الضعيف، على الرجل الاضعف.
فيبقى اصعب في التعامل. فحتى بنوصل للدقه انك تقول ديتيلز الصغيره المدربين بيقولوا كده روح على رجليه الضعيفه. لو واحد يعني خاصه اليومين دول وانت عارف على الكره العالميه بتلاقي بس محمد صلاح هو اشول بيلعب ناحيه اليمين عشان حتى الباك ما يعرفش. هو دايما يقول لك ايه مش كل واحد يبقى شغلك محفوظ، لكن هو لو انت بتلعب برجليك الشمال انت ما تعرفش هو يا ترى هيطلع من على الخط ولا هيخش جوه. فعنده تفكير. هي دي عارف زمان كان مفيش حاجه اسمها في كره القدم اصلا ان واحد ايمن هيلعب شمال، مفيش ولا واحد بيلعب برجل الشمال يروح يمين، ما كانش فيه. بقت اسمها بقت في علم كره القدم كده الوينج العكسي او الجناح العكسي، اللي هو صلاح بيلعب برجله الشمال فبيروح يمين، اجاييه بيلعب برجله اليمين فبيروح شمال. يعني ايه العكس؟ ليه؟ لان ما بقاش في كره القدم انك بتلعب على الخط بس. عشان كده ايه حته الاجنحه الثابته دي ليه اختفت من كره القدم؟ لانك انت لو بتلعب دلوقتي جناح كده زي مصطفى عبده زمان كان يرمي الكره ويجري وراها، لكن مفيش كده دلوقتي. وعلى مستوى الارقام تحس ان دايما الباكات الظاهرين الجنب هم اكتر ناس يعملوا كروسات، لان خلاص ما بقاش بيبقى دايما الوينج هو اللي بيخش لجوه بيوسع مساحه للباك عشان هو اللي يعمل الكروس اللي هو الاوفرلاب ده بالظبط. فدي كلها بتتحسب. الحسابات دي فين؟ الحسابات دي في الاطراف، هيكون لها شكل كبير او دخل كبير بمواجهه الاهلي والزمالك. اللي هيلعب عند قدام علي معلول جابها ثنائيه فيها مؤكد زيزو ده اللي هو الوينجر، بس مين اللي هيلعب قدامه؟ هل احمد عيد ولا حازم امام؟ حازم امام عنده خبرات اكتر وبيقوم بالادوار الهجوميه اكتر طبعا. بس بحكم النفس والسن احمد عيد يقدر يبقى في السرعات، يقدر من مينتنانس او يبقى في السرعات الاستمراريه في السرعات لفترات كبيره. فدي يعتمد علي معلول اما يطلع مين اللي هيقوم بالتغطيه هنا. ده لازم بقى من ادوار مهمه جدا للاثنين الديفندرز دلوقتي بقى حمدي فتحي والسوليه، واحد منهم لازم يبقى في دماغه طول الماتش ان هو هيغطي الحته اللي ورا معلول. بجانب بقى تاني ان انت قدامك جونيور اجايه، يعني لو مثلا بنتكلم في ناحيه علي معلول جونيور اجايه اصلا ما يتوصاش، هو من غير ما تقول له هو عارف نفسه انه هيرجع في الحته دي وهيقوم بدور الباك. يبقى اذا 2-2، بس ال2-2 دي ممكن توفر زياده عدديه بالديفندرز. يعني لو مثلا بيلعب الناحيه دي مثلا السوليه، والسوليه جه قابل من بدري شويه، يبقى وفر خلى لك الاثنين دول عندهم حريه في الحركه اكتر. خلى اجاييه وعلي معلول قدام شويه ليهم نفس شويه نرجع لساعات. وساعات بيتقال الجزئيه دي برضو الديفندر ما يتقابلش بسرعه عشان ما تترقص او ما تبيعش نفسك فعطل. عطل كلمه عطل دي ليه؟ لو مثلا اجاييه طالع وعلي معلول طالع ومثلا الكره ناحيه اليمين لنادي الزمالك وعمرو السوليه قابل، مش لازم عمرو السوليه لازم يقطع الكوره، ده ممكن يعطل شويه لغايه ما واحد من الاثنين يرجع يغطي مركزه يعني. بالظبط. فده الكفرنج اللي بيتكلموا عليه. نيجي بقى لاهم منطقه في الملعب، هي المنطقه الفاصله لصالح فريق على الاخر 10 ولا مين؟ اللي هي لا الناحيه الثانيه اللي هي يمين الاهلي شمال الزمالك. الناحيه ديت المفترض ان محمد هاني هو اللي هيلعب، وان شاء الله يكون سليم بقى ويكون في الفورمه كويسه، لان لازم اللي يلعب في الحته دي يكون فورمته البدنيه اولا كويسه. ليه؟ لانه هيلعب على اكتر لاعب مؤثر في الزمالك دلوقتي اللي هو بن شرقي. هنا لازم اما تيجي تفصص الحته دي تشوف نوعيه بن شرقي ايه. خد بالك انت متحلل اكتر وتخش في عمق اداء اللاعب. في لعيب سرعته بالكوره لو بيجري لوحده ما يبقاش سريع، اما بيجري ورا الكوره يقول لك ايه الكوره دي هدف، فانت بتحمسك بتخلي الادرينالين يفرز في جسمك فبتجري بسرعه اكبر، لو بتجري من غير الكوره السرعه عاديه. وفي لعيب سرعته بالكوره. طب بن شرقي من انهي نوعيه؟ بن شرقي لو استلم واحده طويله كده يقل 50%. قوه بن شرقي في استلامه للكوره، يعني انت لو خليته استلم قوته في ان هو يقدر يرقص ويقدر يعدي ويعمل عرضيه يعمل شغل يخش لجوه، زي مثلا ما حسم مباراه الترجي في السوبر الافريقي، وزي ما بن شرقي برضه عمل في الماتش اللي هو 3-1 اللي هو القمه. هنا انت فارق كبير قوي بين لعيب يقدر على عكس مثلا هقول لك مثلا نقول مثال جونيور اجاييه
قوته اكتر في انه يجري ويستلم من وضع الحركه. وده بيعمل وده بيبقى دايما في التمرين. انا بعرف المدرب يقول لك او انت من خلال تدريبك مع زميلك بتعرف انا حدي حسين الشحات في رجليه ولا ادي له في مساحه. ايوه انا ادي له في رجليه عشان لو عملت له في مساحه ما عندوش السرعات الكافيه انه يوصل. فدي بتبان يعني. اهو انت قلت النموذجين بن شرقي والشحات قوتهم في ان معاك كوره. هو معاك كوره عنده المهاره يعدي. فعشان كده حسين الشحات وجوده في الناحيه اليمين دي هو عنصر فارق بالنسبه للاهلي. يعني الجبهه اليمين الاهلي اللي هي بتقابل الشمال الزمالك ونفس الكلام بن شرقي بن شرقي الناحيه. فبن شرقي انا شايف ان هو اما ان بن شرقي هتوقفه ازاي؟ انت ما لا تعبأ بان هو هيجري في مساحه. دي المدربين بيقول لك يعني هو انت قوته فين؟ انه يستلم الكره. فبقدر الامكان نمره واحد ما يستلمش. مش كمان قبل ما يستلمش ان تقطع خط التمريره. يعني انا لو مثلا واحد في نص الملعب طارق حامد بيلم مثلا الكوره وعايز يدي بن شرقي, لا يبقى الضغط على طارق حامد عشان امنع اصلا قافل عليه زاويه التمرير عشان ما يوصلش. عشان ما يوصلش. ولو الكوره وصلت له يبقى الضغط ضغط عليه بشكل مباشر بتاثر عليه الوقت والمساحه انه يقدر. ما هو انت عارف يا دكتور اللي هو المهاره ان هو لو استلم ولف وبقى مواجه ليك هتقابل صعوبه. الجزء بقى انك تضغط عليه في وقت قليل جدا حتى لو استلم عشان ما يستلمش. لا قدره اللاعب برضو في حته مهمه بتتقاس دلوقتي حتى بالمايكرو سكند. يعني ايه بيقول لك ايه اللعيب في لعيب الكره وهي جايه له القرار متخزن في دماغه عارف ان هو هيسند كده ببص على طول للعيب جاي له من وراه او هيروح جات له الكوره خدها كده مباشره شاط بيها بالشمال او عمل خطوتين. ما انت مع الكوره في التعامل اللاعب او هي جايه له ثلاث خطوات: استلام, تهيئه او ترقيصه, ثم تصرف اما بتمرير او تسديد. الثلاث حاجات دول ممكن واحد يعملهم بواحده واحده بس جات له كده تك خلاص هي واحده, او يعملهم باثنين سند وتك ووصل. او واحد بقى يعملهم ثلاثه يعني خد وبعدين رقص. من اللي بيعملوا خطوات بن شرقي, من اللي بيعملوا خطوات برضه حسين الشحات, بس بن شرقي عنده خطوات اكتر. هو لو سبته كده بيجري ما مش يعني مش هو ما عندوش سرعات وما عندوش برضه الناحيه البدنيه اللي هي يروح ويجي ويروح ويجي. لا ده هو عايز ياخد اتنين بس. بالظبط. ياخدهم واحده يخش لجوه واحده يلعب على الطرف. يعني غير الشحات برضه بدنيا لما يكون فت مظبوط لا عنده اكتر شويه يعني ممكن يخش جوه. نيجي بقى لنقطه مهمه وهي اخيره, الهارموني بين الثلاثه اللي تحت راس الحرب. هو مش كل واحد شغال لوحده. انا اتكلمت لوحده على حسين الشحات انما لما يستلم وما يستلم بيقدر يتصرف ازاي, بيخش لجوه امتى, كل واحد بيشتغل ازاي لوحده, لكن الثلاثه مربوطين ازاي مع بعض. مربوطين ازاي؟ ان انا مثلا اجاييه الوقتي هيخش هو هيبقى راس حربه وممكن مروان يطلع لبره يستلم من تحت ويروح جاي له من هنا مين؟ قفشه. شوف التركيبه دي ازاي تعملها. نفس الكلام في الزمالك, ان لو بن شرقي دخل لجوه وسع له مصطفى محمد كده دخل مثلا اللي تحتيه مكان اوباما, بس طبعا اوباما مش هيلعب, مين اللي هيخش؟ بن شرقي بقى في العمق. بن شرقي يخش في العمق. الكره البينيه ما بين السردباك والباك, يعني دي الكره البينيه ان في واحد بيخش وبتتعمل له الكره ما بين السردباك والباك, يعني لا بين سردباكين. فده الهارموني اللي حضرتك بتتكلم عليه, ان الثلاثه لما بيشتغلوا بيبقى مربوطين ببعض بشكل مباشر. يعني مظبوط. كل واحد بيلعب لوحده. يعني مظبوط كده. راس الحربه بقى عنده حاجتين: بند اللعب العاب الهواء اللي هي ضربات الرأس وكده جوه المنطقه دي, يمكن مصطفى محمد من امهر اللعيبه اللي بيعملوها دلوقتي, لكن على الارض الكرات اللي هو التعامل بقى ان انا بشتغل محطه وممكن افضي السكه دي لسه هو بره البوكس, يعني خطورته قليله شويه اقل شويه. فبتلاقي حاجه بتسند حاجه. نفس الكلام الاثنين الديفندرات, اما بنقول مثلا الديفندرات الاهلي الاثنين, انا فاكر قلت لك من زمان ان فايلر ما كانش بيقول في مركز ستة. الاثنين تمانيات, الاثنين يكملوا, الاثنين يسددوا. عشان كده ما كان السلاي مثلا بيلعب مع ديونج فتره طويله, الاثنين بيسددوا, الاثنين بيكملوا في العمق. في الوقت اللي بيزيد عمرو ديانج بيقف, والعكس لما ديانج بيزيد عمرو بيقف. يعني في اخر حاجه اللي هي ايه, الواجبات اللي اللعيب اللي مش في ناحيته الكوره. يعني مثلا الاهلي بيهاجم من ناحيه اليمين عن طريق محمد هاني والشحات جاي هنا, في حاجه اسمها ان انت بتضم اللعيبه دول بيعملوا
زي خط مائل، عشان انت برضو ايه ممكن فجأة كرة تيجي من الناحية العكسية وتبقى ترتد عليك بهجمة خطيرة. مزبوط. فازاي انت ترحل، اللي هي نظرية الترحيل، ده بيرحل هنا وده بيرحل هنا مثلا، وليكن مثلا وانت بتلعب في اليمين راح مكمل السوليه معاه، يبقى ديانج سيبت كده شويه بعد هنا الترحيل الجزئي لغايه ما معلول يبقى قافل هنا، وممكن كمان جونيور اجاي ينزل يبقى هو الباك في الحاله دي. فالترحيل ده والتقفيل ده مهم جدا جدا جدا، لان عدد اللعيبه اللي عندهم مهارات في الفريقين اللي يقدروا يستغلوا المساحات ديت كبير. فانا بالمعادلات دي كده كلها الاهلي يتفوق فنيا بنسبه ضئيله جدا، زادت النسبه شويه بعد غيابات الزمالك، بينما الزمالك عنده تفوق نفسي، ان الزمالك السنه دي خلق من نفسه فريق بنسميه فريق المناسبات، اللي هو ايه في المناسبات الكبيره اما جه تجميع النقاط ما جمعش وابتعد عن الدوري بفارق كبير، برضه 21 نقطه فارق كبير جدا بين الاول والثاني. لكن اما بيجي على مباراه بيعرف يلعب المباراه دي، هي دي نقاط التفوق. وفي النهايه العنصر بقى اللي انا قلت لك عليه، عنصر يوم الماتش، حاله اللعيبه يوم المباراه، نتكلم بن شرقي ونتكلم الشحات هو شكله ايه ساعتها. صحيح. هو ده المهم. صحيح. يا رب ان شاء الله يبقى يوميها ان شاء الله كل لعبتنا على المستوى اللي احنا واثقين ان شاء الله انه ما يكون على مستوى بدني وفني عالي، ويكون يا رب ان شاء الله نتمنى اولا دكتور طارق ان المباراه تخرج في اطار تنظيم بشكل رائع، اطار يليق باسم مصر واسم الناديين الكبار، ولكن اولا واخيرا نتمنى اكيد ان شاء الله الكاس تكون حمراء باذن الله. باذن ان شاء الله. دكتور طارق بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله على ميعاد ويكون نشحنا ان شاء الله ابطال التسعه باذن الله. ان شاء الله. شكرا. الله. شكرا لك. شكرا لك كابتن. ده كان لقائنا مع الدكتور طارق الادور. بعد الفاصل معانا اثنين من الكباتن الكبار، كابتن ماهر همام والكابتن عادل طعيم. برحب بحضراتكم مرة تانية والبيت الكبير. فقرتنا دي مع اتنين من أهم نجوم القلعة الحمراء، كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام. أكيد هنستمتع معاهم بالفقرة دي وهنتكلم معاهم في العديد من الملفات المهمة. طبعا أكيد برضو هنتكلم عن نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله. برحب بيكم كابتن. أهلا بك كابتن عادل. أهلا بك كابتن ماهر. شرفنا. برحب بيك كابتن ماهر، منورنا دايما في البيت. وحشنا بقالي فترة. والله أنت اللي وحشنا بقالي فترة. وكابتن عادل كمان. أنا عايزة أبدأ الفقرة دي بإحساسكم أو حالتكم لو فينا نقول، وإحنا بنتابع النهاردة نتيجة مسحة كاف، كان كل واحد بأمانة إحساسه إيه؟ يعني كابتن عادل كنت بتشعر بإيه وإنت منتظر مسحة كاف النهاردة، سواء للاعيبة الأهلي أو الزمالك على فكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايش في النادي الأهلي في جدرانه وإن هو صغير، الماتشات دي زي ما كابتن ماهر كان بيقول من شوية، الماتشات دي بتبقى بالنسبة لنا إحنا الأكثر هدوء، أكثر ثقة. الأهلي بما حضر بنلاقي ولاد صغيرين في ماتشات كبيره وما بيقابلوا نجوم الزمالك بيكسبوا الزمالك بكامل نجومه وهم اجمل. ايوه. حصلت اكتر من مره في نجوم طلعوا، كابتن سايس وكابتن علو مطر وكابتن ريعو في ملعب الزمالك بيكسبوا ثلاثه. الولاد الصغيرين اللي كانوا واجهين من المانيا بيكسبوا الزمالك ثلاثه في الاستاد في كاس مصر. فالاهلي بما حضر احساسي كان في احيانا شويه حاجات كده بتقول ان الشناوي اظن عنده مش عارف ايه، حاجات كلها حاجات نفسيه الغرض منها انه يحبط جماهير النادي الاهلي مش لعيبه. اللعيبه زي ما انت عارف يعني عندهم من الثقه فهمه كويس قوي، وبعدين الماتشات دي بالنسبه لهم بتبقى باستمرار ليهم الغالبيه على مدى العشر سنين اللي فاتوا. نشوف النتائج ما بين الاهلي والزمالك، الماتشات اللي الزمالك تفوق فيها على الاهلي ضربات جزاء مش لعب، يعني ضربات جزاء بعد وقت اضافي او من غير وقت اضافي بيبقى ضربات جزاء. يعني البطوله الاخرانيه بتاعت السوبر كانت ضربات جزاء وكان فيها عدم توفيق، لكن لما بيكون في كوره انت مسيطر 90 دقيقه بتخش على ضربات جزاء. السؤال حضرتك انه هل كنا متوقعين لحد ممكن النادي الاهلي دايما زي ما احنا بنقول دايما لما كان فايلر موجود ولما موتسيماني جه وشفنا قد ايه الاداء فيه انسيابيه وفيه نوع من انواع الثقه بيبدا من تحت بيدفع بناشئين بيلعب كوره جميله بتاعت النادي الاهلي، الكوره المربعات ما فيش الكوره الطويله والعاليه،
ثقة العالية جدا في اللعيبة، ودي كلها حاجات على مدى تاريخ النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي بيتميزوا بالحتة دي. أحيانا سيام بيبقى فيه الأهلي والزمالك اللعيبة قريبين جدا من بعض فنيا، لكن معنويا دايما الأهلي بيتفوق للحتة المعنوية، ودي طبعا الكابتن هاني عارفها انه دايما النادي الاهلي عنده الحته دي بتبقى أكثر. هروح لكابتن ماهر. كابتن ماهر واحنا حتى بنلعب في قطاع الناشئين مثلا امام نادي الزمالك او ما احنا حتى في الدرجه الاولى، ساعات المدربين بيقولوا لنا دي اسهل مباراه في الدوري، فلما بنقول الكلام ده للناس بتستغرب جدا يعني ايه اسهل مباراه في الدوري. انت شايف يعني شايف فعلا مباراه النادي الاهلي والزمالك من اسهل المباريات اللي ممكن النادي الاهلي يلعبها ما بين قوسين، ان طبعا دي كمان مباراه بطوله، ومعنى ايه يعني برضو نفهم الناس المعنى يعني ايه مباراه الاهلي والزمالك من اسهل المباريات اللي تلعبها. بص يعني احنا طبعا معانا الكابتن عادل طعمه ابو الاشبال، يعني هو قاهر الزمالك في جميع المراحل السنيه اللي ممكن تشوفها. صحيح حقيقي يعني، وبنتائج كمان يعني عاليه، سكور عالي 6-5-4. وكابتن عادل طعمه كان ليه تجربه كمان مع الناشئين النادي الاهلي اللي هم لعبوا ضد نادي الزمالك مع كابتن جوهري، كان ولاده وقتها طارق خليل وطارق خليل السيد وكل المجموعه ديت ضيع عبد الصمد وكسبوا الزمالك 3-2، وكانت مباراه شهيره. صحيح. ضد نجوم نادي الزمالك. فعايز اقول لك ان احنا طول عمرنا متورثين في البيت الكبير او في النادي الاهلي من المراحل السنيه، واحنا طول عمرنا مدرسه الكوره، ان مباراه الاهلي والزمالك دي مباراه عيد بالنسبه لنا، مباراه ممتعه. صحيح. كل الانظار اللي موجوده وكل الاجواء متاحه انك انت تشوفي مباراه بين قطبي الكره المصريه الفانيله الحمراء والفانيله البيضاء اللي بخطين، وتحس كده بشياكه وتحس ان يوم عيد. صحيح. فاحنا الحمد لله رب العالمين من زمان متورثين ان احنا المباراه ديت كل التعليمات اللي بتجينا من المدربين الفنيين في اللقاءات ديت، اولا الفير بلاي او اللعب النظيف، وبعدين تعليمات الحكام لازم تحترمها، تعليمات المدرب الفني من بره لازم تسمعها ولازم تنفذها، ما تاذيش حد، لعبك يبقى نظيف، ولعبك تلعب كورته وتلعب وتادي ادائك المميز، ومن خلال التعليمات دي هاني بيبقى سهل انك انت تكسب مباراه الزمالك. وعايز اقول لك كمان يمكن حتى كمان على مستوى الاداره، يعني احنا تورثنا كده من خلال مثلا الكابتن صالح سين الله يرحمه في لقاءات القمه، تلاقيه هو جاي في المعسكر وبيقول لك التعليمات دي، انا عايز تلعب لعبك وعايز الفير بلاي وصوت النادي ومجاب الحكم، ولازم تبقى منظم ومفيش احتقان، عشان الاحتقان ده ما يتنقلش للمدرج ويحصل اللي احنا بنشوفه، وما يتنقلش للبيت الاسره المصريه اللي بتتفرج على مفتقدين الكلام المصرية. ده بس ده خلاص ما بقاش فيه خلاص. لا بس انا عايز اقول لك ان في الاجتماع اللي جاي في المعسكر الكابتن محمود الخطيب بيقول الكلام ده. طبيعي يعني، بس احنا مفتقدين ده على الاجواء العامه يعني. حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه، وكابتن عادل يقول لنا كابتن ماهر ما اتكلمش على مين احسن ومين افضل من الناحيه الفنيه، يعني الاثنين فرقتين كبار وكل واحد عنده قوته الفنيه في اجزاء كثيره من الملعب، لكن نتكلم على نقطه مهمه جدا، ان الفير بلاي، انك لا ما تاذيش حد، انك ما يكونش في اعتراض على الحكم، ما يكونش في احتكاك ما بين اللعيبه، عشان تنقل صوره للجماهير. ما فيش جماهير، لكن بتنقل صوره لان العالم كله بيتفرج علينا. انك تنقل صوره حضاريه وتقول لا يعني مباراه قمه، مباراه تاريخيه وكل حاجه، لكن يبقى سمعه الكره المصريه مرتبط بهذه المباراه يعني. طبعا بتفق معاكم 100%، بس هو في حاجات انت ما تقدرش تعتمد عليها، انك انا اعتمد على هاني علشان اخلاقه تبقى كويسه. طبعا لازم هاني اخلاقه كويسه قوي في المباراه، ويعمل حساب انه هناك جماهير في العالم كله بتتفرج عليك، لكن كمان لازم يبقى فيه حاجه مكمله. الحاجه المكمله ان يبقى فيه عقاب شديد، مش عقاب الحاجات اللي احنا بنشوفها، الحاجات اللي هي ماتشين وثلاثه واحد بيتجاوز تجاوز غير طبيعي للجمهور ويحصل ايقاف 7 ماتشات و8 ماتشات. ما بنسمعش الكلام ده بره. الراجل اللي بيغلط غلط بسيط. فانا مش عايز اعتمد على ان انا كجمهور اخلاقي كويسه، وان اللعيب ده اللي هيسير جماهير وفي الشارع وفي القهاوي وفي ممكن يعمل حاجات مش طيبه. وحصلت معانا في تفاكر يا هاني الماتش المصري، انا مش عايزين نفتكره، لكن كان الاعلام كان ليه دور
من إثارة الجماهير ومقدمين برامج شحن الجماهير وصلت إن الناس بتموت. أنا اللي أنا يعني بتمناه إلى جانب لما يكون في ثقافة عند اللاعب ويبقى فيه من الإدارة زي ما كابتن ماهر بيقول يعني كابتن الخطيب بيقعد مع اللعيبة الأداء يبقى بالشكل الفلاني ما بيتكلمش فنيا ولكن خالص. بيتكلم سلوكيا مظبوط زي ما كان الكابتن صالح وكابتن حسن كان يقوموا بنفس الدور في نفس الإطار الاتحاد الكورة هيبقى عليه دور وزارة الشباب عليها دور طبعا. لأن إحنا شعب أهلي وزمالك احنا مصريين احنا كمان دلوقتي الاتحاد الافريقي هو كمان اللي ليه السيطره وليه الكنترول المنظم داخل الملعب كمان منظم داخل الملعب حصل حاجه الاتحاد الافريقي هو اللي بيدخل واحنا يعني كمان هاني لازم نسهل له ما احنا الاتحاد الافريقي ده اللي بيساعده يا كابتن نسهل له الماموريه صحيح فالحاجات اللي احنا بنتكلم عليها والكابتن عادل بيتكلم عليها دي مهمه جدا الادارات الاول بتمهد للاعبتها وبعدين الاجهزه الفنيه بتمهد وبعدين دور اللاعبين بقى داخل الملعب فنحس كده ان فعلا قمه عربيه قمه افريقيه بتمثل قبال الكره المصريه اللي معظمهم من منتخب مصر الاول والمنتخب الاولمبي ومن افضل اللعيبه اللي موجوده في افريقيا. صحيح. طيب بمناسبه بقى القمه بين الاهلي والزمالك تاريخيا الاهلي في افريقيا ما خسرش الزمالك ولا مره. ده محطوط في عين اعتبار اللعيبه ولا لا؟ بحكم التجارب في هنلاقي في خمس ست لعيبه قدام كبار وفي شباب داخلين مع الفريق عليهم دور كبير جدا الاولاد الكبار زي الشناوي مروان علي معلول اجاييه يعني المجموعه ديت الاولاد لو في 3 4 صغيرين بيبقى في نوع من الاداء خارج الملعب في المحاضرات في التمرين في المعسكر بيبقى ليهم دور داخل الملعب حتى في وجود المدرب هو بيوجه برضه داخل الملعب بيبقى فيه نوع من التوجيه من الاولاد والكبار دول. سؤالك مهم جدا لانه لما انا عايش في تجربه باستمرار انا في الماتشات اللي زي دي ببقى اهدى فهاجي قبل الماتش في المعسكر انا بقالي 4-5 ايام فيه ببقى هادي جدا في المعسكر ببقى ملتزم جدا بتعليمات المدير الفني ببقى بكلم زميل الصغير او زميل اللي بيلعب مكاني يبقى فيه نوع من التفاهم وفي نوع مش التحفيز التحفيز موجود لان انا دي بطوله فمش محتاج ان مدير فني يحفزني لان انا حافز اصلا جوايا لان انا عندي عشق النادي الاهلي وانا ابن النادي الاهلي وحتى اللي بيجي من بره بيبقى بعد مفيش بعد ساعه يعني طاهر محمد طاهر دخل النادي الاهلي بقى اهلاوي كانه متربي فيه بقاله 20 سنة فالحتة دي بتبقى مهمة جدا ان انا كلاعب التجارب اللي مشيت علي على مدار 10 سنين اللي فاتوا هتبص تلاقي التجربة دي بتتنقل للولاد كلهم هتلاقيهم في الماتش اللي جاي بإذن الله هتلاقيهم هم الأهدى وبيركزوا في الأداء في تعليمات المدير الفني مفيش حد بيخش عشان يأذي مفيش حد بيتعمد انه يعمل إثارة عشان يفقدك السيطرة على أدائك التكتيكي في الملعب وبالتالي هتبص تلاقي التجارب دي بتاعتنا ما بتلاقيش أبدا في ماتشات الأهلي والزمالك الأهلي بيبقى فيه نوع من الخشونة أو فيه نوع من التجاوزات وحتى في نادي الزمالك حتى لما حصل التجاوز في الماتش السوبر اللي فات 3-4 لعيبة هم اللي عملوا المشكلة ديت لكن بقية لعيبة الزمالك ما كانش فيه تجاوز ده المشكلة يا كابتن هاني أنه 3-4 اللي عملوا تجاوز العقاب بتاعهم كان مش على قد المسؤوليه المسؤوليه اللي اتعملت لدرجه ان في واحد ضرب وليد سليمان وهو ما هو وليد سليمان ومع ذلك عقابه كان يضحك فطبعا يعني لعيبه نادي الزمالك ولعيبه النادي الاهلي هم في الاول والاخر هم مصريين الاهدى بيبقى بيلعب بيكسب ليه؟ لانه الاهلي دايما بيتعود في الماتشات دي مش فيها اي اثاره حتى من رئيس النادي يعني كابتن الخطيب بيقعد مع اللعيبه بيقول لهم انزل واضرب واعمل ما فيش كلام ده خالص زي ما قال الكابتن ماهر تعليمات التحكيم في كذا سمعه النادي الاهلي مظهرك وبس الامور الفنيه للمدير الفني والمدير الفني كمان زي ما حضرتك عارف لا يمكن ابدا هيدي تعليمات للعيبه انك انت كاس ولازم تشيل الكاس لا مفيش كلام ده انت هتعمل كذا وانت هتحرك بالطريقه الفلانيه الجمله دي انا عايزها تتعمل بالطريقه دي وانت في وسط الملعب عايزك تمسك فلان بتزيد في الهجمه هتعمل كذا كلها حاجات فنيه الحاجات اللي هي النفسيه تتساب خالص للكباتن وطبعا
طبعًا. هو موسم موسيماني بس عايز قبل ما اخش دي عشان انوع عليها الجزء اللي اتكلمت فيه سهام هو يا ترى الهيستوري او التاريخ اللي بنتكلم عليه ان عمر النادي الزمالك ما كسب الاهلي في البطولات الافريقيه ده ليه تاثير على اللعيبه يعني انا في وجهه نظري ما بيكونش ليه تاثير اكتر من انه بيبقى حافز ان المدير الفني يقول لهم احنا عندنا ريكورد عايزين نحافظ على هذا الريكورد عايزين نستمر عليه عليه لكن ما اعتقدش ان اللعيبه واخده ده ضمانه ان المباراه ممكن تكون في صالحنا بالظبط يعني زي ما انت قلت وده اكبر دليل انك انت عندك دواليب بطولات موجوده في اهل الجزيره ايوه وعندك 9 بطولات من ان شاء الله هتبقى التاسعه اللي جايه خلاص ثلاث سنين ان شاء الله اللي جايه 100 كده الفال طلع اهو فالخير فطبعا البطولات موجوده يا هاني والتاريخ موجود بس ما بتديش غرور للعيبه يعني ما يقول لك احنا واخدين 8 فده الموضوع صعب شيء من الطمانينه شيء من الثقه طول ما انا حاسس بالخوف اللي هو النسبي المطلوب اللي بيديني الثقه الايجابيه بعد كده خلال 90 دقيقه داخل الملعب عايز اقول لك هاني كمان دور اللعيبه احنا اتكلمنا على الكابتن فاضل الخطيب كاداره دور موسيماني كمان في الدوافع بتاعته للعيبه مش هيزود في الدوافع قوي لانه صحيح. هو الماتش لوحده مش محتاج صحيح واللعيبه طبعا في اليوم ده بتبقى حاجه تانية يعني غير اللي احنا شفناه قبل كده النقطه الثالثه دور الكباتن بقى يعني وليد بقى ليه دور كبير جدا الشناوي بقى ليه دور كبير جدا بيعتبره من الخبرات اللي موجوده في الفرقه ازاي هما كمان يقدروا يهدوا اللعيبه دي يقدروا يوصلوا للعيبه دي زي ما كابتن عادل قال الهدوء لان الهدوء في المباراه دي مطلوب بشكل كبير جدا عشان تقدر تركز عشان تقدر تسيطر عشان تقدر تنطلق عشان تقدر تنفذ عشان تقدر تكسب ان شاء الله باذن الله يعني وليد الله. سليمان ليه دور بالرغم كبير. من عدم مشاركته في المباراه وبالرغم من اعتماد موسيماني على وليد كورقه رابحه اكيد يعني دايما هو بيختار له انه يشارك في ازاي وامتى والتوقيتات بتاعته وكذا بالظبط موسيماني خبرته الافريقيه تفرق ازاي في قوه الفريق في التوقيت ده الراجل ده معجون افريقي افريقي ومعجون مكر ايوه ودهاء وذكاء احنا شفنا لما كان يلعب ضد النادي الاهلي كان دايما في محاضراته مع سان داونز ضد الاهلي وضد الزمالك وضد الرجاء وضد الوداد كان يعني هو بينيم الناس يا كابتن بينيم الناس وبعدين هو بيجيد التشكيل وبيجيد عملية التغيير داخل الملعب وفي توقيتات أحيانا كتيرة بتبقى سليمة برضو السؤال كان حضرتك قلتيه وهاني قال عليه بس أنا يمكن ما جاوبتش عليه إنه الأهلي ما بتغلبش من الزمالك على مدى تاريخه في البطولة الأفريقية دي ما بتديش لا ثقة ولا بتدي غرور ولا بتدي حاجة مش كويسة بتدي حافز اكتر مما هتدي غرور او تدي نوع طبيعي. من الانواع الاتكاليه يعني. ان انا لا كل ماتش بيبقى ليه ظروفه وكل ماتش ليه جيله مظبوط يعني الجيل اللي كان موجود من 3 4 سنين الزمالك ما كانش بيشارك البطوله ديت اعتقد ان الجيل اللي موجود في منهم كتير ما لعبوش والاهلي برضو هيبقى عنده الغالبيه لعبت وبالتالي الظروف متغيره الاجواء متغيره طبعًا. طبعًا. اول مره اهلي وزمالك بيلعبوا في النهائي صحيح ما بيلعبوش في السيمي فاينل او كده كلها ظروف في صالح النادي الاهلي برضو الحته يعني اللي بطمن جمهورنا عليها ان دايما لاعبتنا لا تنجر لنوع من انواع الاستفزاز او نوع من انواع الاتكاليه بيحترموا الحكم جدا بيحترموا المنافس جدا ما بنقولش عليه خصم انا بلاعب الزمالك الزمالك منافس ليه ما هوش خصم ودي برضو حاجه بنربي الولاد عليها ان المنافس بتاعي ده منافس بيتنافس معايا علشان نأدي اداء رائع جميل عشان نكسب ونمتع جمهورنا ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي النادي الاهلي دايما في تاريخه بيوصلها لله برضو في حاجه يمكن الولاد ما شافوش كابتن صالح كان دايما الكابتن صالح هو بيلعب في ماتشات الاهلي والزمالك كان دايما يجيب جوال بدماغه في الفتره دي انا حضرتها وانا صغير كان بيسموه الرقص الذهبيه لو تشوف الجرايد بتاعه زمان كان الكابتن صالح يطلع ويروح ايه وهو طالع كده والدو او بتاعي يروح طالع ويروح حاططها بدماغه
في ملعب النادي الاهلي كان دايما ماتشات الاهلي والزمالك بتتلعب في الملعب الناديين. يعني تلاقي الملعب يعني ماتش الاهلي في استاد التتر امال ايه والزمالك في حلم زمور والزمالك في حلم زمور كان بتلعب كده. يعني في جول كابتن صالح جابه وانا كنت ساعتها في الملعب كنا بنلعب قبل برضه قبل المباراه دي والله كابتن رفاعي سيد الزمالك دخل عشان يجيبها فرجليه خبطت علقت في الشبكه فمن ضمن الحاجات اللي كابتن صالح برضه علشان نوع من الترفيه شويه للجمهور بيقول والده كان بيدوس عليه جدا في الدراسه فكان علشان يجيد ضربات الراس وهو قاعد يذاكر في الدوايه بتاعت عشان ينور عشان دوايا اللمبات يعني هو والده هو ولع علشان تمام عشان فكان والده شديد جدا عليه علشان عايزه يعني ينجح. هو كابتن حاتم كان اغنى مني وقتها هو كان عنده لمبه وكان عندك بالونه كابتن الكابتن صالح كابتن نجف هو الاهلي الله يرحمه قال خد بالك يا امه انا اغنى منك بقى يخبطها بدماغه وهي راجعه يروح عاملها بدماغه ودي من ضمن الطرائف اللي بتعلم اولادنا حتى لو ما عندكش امكانيات جهاز بيعمل الكلام ده انت ممكن تعمله في البيت. فبرضو الله يرحمه الكابتن صالح كان من الناس اللي هي دايما بتتكلم في السلوكيات وفي الاخلاقيات ملوش دعوه الرغم من نجوميته الكبيره دي عمره ما كان بيتدخل فنيا يجيب المدير الفني يجيب مدير النادي يجيب اي واحد في اي وظيفه اداريه لا يمكن يتدخل في عمله وفي نفس الوقت عنده من النجوميه كان ممكن جدا يتدخل مع اي مدرب ومع ذلك لا يمكن لانه بيؤمن ان انا بدي لك مأمورية انت تعملها علشان احاسبك عليها في الاخر هتبقى مسؤول عنها مسؤوليه تتقيم عليها كمان طبعا كابتن ماهر خدنا النقطه مهمه جدا نقطتين النقطه الاولى طبعا بتاعه يمكن ازاي انت كمان يعني اللعيبه بتعيش في المباراه وبتبقى عندها تخيل المباراه بشكل كبير والنقطة الثانية ان بعض الناس كانت قلقانة من فيروس كورونا واللعيبة اللي ناقصة طب دلوقتي ديانج مش هيلعب ونربطها على طول ان الجملة يمكن انا قلتها في الانترو الاهلي بمن حضر برضو عشان نعرف الجملة ديت على ايامك كابتن ماهر وكابتن عادل طعيمة كان من اصحاب الجيل اللي عملوا بصمة في النادي الاهلي ان كان في دايما مباراة النادي الاهلي والزمالك بتطلع نجوم حتى ما بيكونش الجماهير بتفكر فيها فوارد جدا يعني مش هنقول لعيب صغير يخش المباراه ديت لكن وارد جدا ان غياب مثلا ديانج لا يبقى حمدي فتحي يؤدي بشكل اكتر من رائع ويكون سبب مكسب يعني فايه رايك في الجزئيه ديت يعني الاهلي بمن حضر بص هنا عايز اقول لك هو في نقطه مهمه قوي اداريه فيها ذكاء من سيد عبد الحفيظ ان هو بسرعه يعني عزل اللعيبه لان موضوع فيروس كورونا ده طبعًا. يعني ده في ساعات تاني يوم الماتش على طول فتاني يوم الماتش يعني بتحسب لسيد بصراحه ان هو بخبر السيد كمدير كوره موجود وعاش كل الاجواء يعني الافريقيه او المحليه مع اللاعبين فقدر ان هو يبقى قرار بسرعه حكيم ان هو يعزل اللاعبين المعسكر وانا شايف دي نقطه يعني حامت بشكل كبير جدا معظم بعد مباراه ابو قير بالظبط بعد مباراه الكاس في المعسكر انت خلاص هتبقى مسيطر بشكل كبير جدا معاك الدكتور معاك التغذيه معاك المحاضرات معاك التنظيم معاك المدير الفني الجهاز الفني خلاص التدريبات الدايره اتقفلت عليك بالظبط خش في الدايره اللي فيها دايره الاهتمام النقطه الثانيه بقى اهتمام اللاعبين الاعداد الذهني للاعب يمكن انا كم مره كنت بقعد اتكلم معاك واقول لك انا بالنسبه لي كنت اعيش اروح انام الساعه 9 عشان تلعبها وانت نايم اتعايش مع راس الحربه اللي هنلعب أيوة عليه ايوه حكينا القصه دي قبل المباراه بثلاث ايام او اربع ايام ده انا عايزاك تحكي لي قصه الكراسي اللي انت بتجيبها وتقفلها على نفسك في الليفنج روم وتتفرج على المباراه مع الكراسي ازاي دي بتعملها ازاي دي ما هو دلوقتي بتعمل يعني ايه فكره الكراسي الفاضيه دي اول انا كنت بجيبها الكراسي بجيب اصحابي يعني واحبابي عشان نتفرج على المباراه بدلت كورونا احط الكراسي فاضيه احضن الكرسي بقى لما اجيب جول حلوه دي فطبعا مهم جدا يعني وانت كمان بتبطل بيبقى في نوع من الاعداد الذهني للمباراه المهمه بالشكل ده فانا عايز اقول ان اللعيبه عليهم دور كبير جدا كمان هادي ان الاعداد ده قبل المباراه اهم من المباراه نفسها لان هو اللي هيساعدني ان انا خلال 90 دقيقه اقدم مباراه على اعلى مستوى ودي كانت يمكن بتتوارث من اجيال لاجيال يعني وموجوده مع الجيل الحالي كمان. بالنسبه لمباراه الاهلي والزمالك تملي بيبقى فيه مولود نجم.
سبحان الله ناشئ لسه بيدفع بيه الزمالك، الناشئ بيدفع بيه النادي الاهلي، ما شاء الله عندهم 3 4 ناشئين في نادي الزمالك بيلعبوا مع نادي الزمالك في خلال 3 4 مرات السابقه، وبيهدفوا وبيأدوا الواجب اللي بيطلب منهم بشكل كبير. نفس الكلام النادي الاهلي عنده 3 4 لعيبه ناشئين موجودين بفتره السابقه مع موسيماني ودفع بيهم بشكل جيد. ممكن المباراه دي يبقى في يعني مولد نجم من الناشئين، وممكن تكون مولد نجم من اللعيبه المميزه اللي موجوده. كابتن نمير حمدي فتحي يعني اثبت يمكن في وقته صار كابتن عادل انه من اللعيبه المقاتلين في الملعب، بالرغم من يعني النهارده في ناس كتيره قوي زعلت من عدم مشاركه ديانج في المباراه النهائيه. يعني انا شايف انه ديانج طبعا نقطه ورقه قويه جدا، لكن بيقابلها في نادي الزمالك في ثلاثه برضو في اماكن حساسه، لكن صحيح. احنا الاقل ضرر. ديانج طبعا ما فيش شك ان هو عنصر قوه جدا، دفاع وهجوم وصانع لعب. ده الراجل ده انا بعتبره ساعات بيعمل تمريرات بيقوم بيها صانع اللعب، بيعمل تمريرات للمهاجمين وراس الحربه وبيعمل التسديد وبيعمل الاختراق. يعني راجل يعني الحمد لله بفضل الله متكامل في الحته دي، وبيعمل حاجات زياده عن وظيفته. يعني الهاف ديفندر ده دي وظائف معينه هاني، مش كده؟ هو بيعمل حاجات صحيح. يعني مش معموله مش مطلوبه منه، عمليات التسديد وعمليات الاختراق، وعنده من القوه ان هو بيخترق ويعود يعدي من واحد واثنين. حمدي فتحي عنده نفس القصه، يعني احنا شفنا حمدي فتحي الموسم اللي فات والموسم ده بيطلع في الكورنر يجيب جول بدماغه، وبعدين التسديد بيسدد برجل الاثنين. ورقه من الاوراق الرابحه جدا، وانا بعتقد انه بعد رجوعه من المنتخب والقوة الشخصية والنفسية اللي عند الولد ده، عنده من القدرة انه لما يجي من انبي بينزل اول ماتش مع النادي الاهلي ما بتحسيش انه هو دي نقطة مهمة جدا، ما بتحسش انه في بالظبط ما فيش رهبة، وتحس انه جاي من اصابة بعد فترة طويلة بيأدي باكتر من اداء اكتر من رائع. اختيار موفق جدا يا كابتن طبعا. اختيار موفق جدا، انت بتختار شخصية عنده سمات لاعب النادي الاهلي المتكامله اللي عنده ثقه في نفسه. وبعدين الجانب الفني بيجي بعد كده، الثقه في النفس اهم حاجه، ثم بتيجي بعد كده النواحي الاداريه والتكتيكيه واللياقه البدنيه والحاجات دي. بس نمره واحد، انا راجل متزن اعرف قيمه النادي الاهلي، وياما جاي لعيب النادي الاهلي كتير لما بيجي يلبس التيشيرت تحس انه تقيل التيشيرت، اتحول يعني التيشيرت تقيل عليه يعني مش قادر. في واحد تاني ومجرد ما لبس التيشيرت تحس ان هو كانه متربي في البراعم في النادي الاهلي. الحمد لله النوع ده ما اعتقدش ان هو هيأثر بتأثير كبير، بالعكس ممكن الماتش ده هيبقى مؤثر جدا على الحمد لله ان هو اثبت وجوده، راح منتخب مصر من خلال عطائه من خلال جهده في النادي. ما اعتقدش انه زي ما انت قلت الاهلي بمن حضر. بمناسبه الشخصيه، شخصيه الاهلي، يمكن الماتشات اللي زي دي الافريقيه بتكلم يا كابتن ماهر الاهلي بيعرف يلعبها كويس، وهي دي يمكن الماتشات اللي صنعت اسطوره الاهلي افريقيا، اسطوره القرن. كلمني عن الظروف اللي احنا فيها دلوقتي ديت، ما عدتش ظروف مشابهه على مباريات من النوع ده على ايام حضرتك؟ أكيد، يعني زي ما قلت يا سام إن النادي الأهلي في المباريات الأفريقية اللي ليها يعني شكل واسم كبير بيبان معدن لعيبة النادي الأهلي. يعني إحنا في المباراة دي إن شاء الله هنشوف حاجة تانية غير اللي إحنا شفناه في خلال الفترة اللي فاتت دي. روح الفنيرة الحمراء، الاستنفار اللي على لعيبة النادي الأهلي، الروح القتالية العالية للعيبة النادي الأهلي. أنا بقول في المباريات اللي بالشكل ده رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة الروح القتالية. عندك حق. الدوافع اللي موجودة عند لعيبة النادي الأهلي أنا شايف إنها أكتر من الدوافع اللي موجودة عند نادي الزمالك. مش عايز أقول رد اعتبار بقى، مش عايز أقول إن إحنا يعني لا، جزء من موتيفيشن، جزء من لكن بالظبط جزء منك بتدي له موتيفيشن يقول لك لا احنا يمكن، وبتتقال لنا ساعات وعلى مستوى انت عارف النادي الاهلي دايما من خلال قطاع الناشئين او جميع المراحل السنيه لما بتتغلب ماتش انت بتبقى بتنام عشان يا رب تقول الماتش اللي جاي ده يبقى بكره عشان تعوض. فدي من نوع من انواع الموتيفيشن، انك لا انك عندك كمان
دوافع دوافع وعايز تجري عجلة الزمن. يعني هرجع مثلا اللي جيلنا احنا سنه 78 لما خسرنا الدوري بجول اعتباري، الزمالك كسب اسماعيليه في اسماعيليه 2-0 واحنا كسبنا المحله 4، ولو جبنا الجول الخامس كنا خدنا البطوله، فبقى في فرق جول كسب الزمالك في الدوري. احنا عدى في كاس مصر فاضلين ماشيين 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 لحد ما وصلنا نهائي احنا ضد الزمالك، وطبعا المباراه الشهيره بتاعه 78 النادي الاهلي كسب فيها 4-2، ده كان رد اعتبار يعني نموذجي بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. يعني كان واخدين المشوار ده كله ودماغكم ان احنا خسرنا الدوري بهدف في كاس مصر، يا هاني يا رب يعني نكمل احنا نادي الزمالك عشان يبقى في الاخر يعني نشوف مين بقى بطل الدوري ومين بطل الكاس في المباراه دي. وانا فاكر يمكن الكابتن محمد لطيف بيذيع المباراه وقتها، وحتى هو راجل زملكاوي كبير يعني عضو نادي الزمالك، وقال لك النهارده بطل الدوري وبطل الكاس هو النادي الاهلي. يعني بعد نهايه المباراه خرجت منه عفويه يعني، او خرجت منه سبحان الله يعني. لكن عايز اقول هو ده معدن لعيبه النادي الاهلي، وهو ده معدن النادي الاهلي. فالنادي الاهلي في افريقيا يعني كل الظروف مرت عليه، ظروف احنا مش موفقين فيها، ظروف موفقين فيها. يمكن لما كنا في اول بطوله حصلنا عليها 82 هنا، حتى خمس سنين قبلها سام بنخفق وبنخسر ومش قادرين نوصل للبطوله الغاليه يعني اللي هي مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. سنه 81 احنا وصلنا مع مستر كوريتشاي مع بطل الجزائر وصلنا نهائي، لكن طبعا موت الجزائر موت انور السادات طبعا سنه 81 اضطرينا ان احنا نعتذر طبعا عن السفر للجزائر. لكن 82 كانت البطوله المفضله بالنسبه لنا، برده كان مشوار صعب جدا احنا وكوتوكو عشان نوصل للنهائي، وقدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نكسب 3-0 في مصر ونتعادل هناك 1-1، وتبقى اول بطوله مفتاح لجميع خارج الاجيال خارج الديار اللي موجوده خارج الديار. طيب في نقطه مهمه قوي اعديها بسرعه كده، اتفضل. عند اللعيبه حافز مهم قوي، انت رحت كاس عالم انديه صحيح ثلاث مرات، الزمالك او اي نادي في مصر ما راحش، وبعدين انت عندك 8 وجاي في 9 ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله تعالى. فده برضو من ضمن الحاجات المهمه قوي عند اللعيبه، ان انا عايز الطعم ان انا العب في كاس عالم انديه ده ليها قيمه تانية خالص. انا كل اللي بتفرج عليك الى جانب الحوافز الماديه والادبيه والادبيه قبل الماديه طبعا، فدي بس حته حبيت ان انا اقولها انها برضه من ضمن الحاجات المهمه طبعا. اللعيبه هتبقى انا رايح العب اهم من الجوة. اي مكافاه يا كابتن عادل بالظبط، خصوصا الجيل ده اي مكافاه كابتن، انا بقول الجانب الادبي قبل الماديه طبعا. اصل الجيل ده بالظبط، الجيل ده يا كابتن برضك يعني ما حصلش واخد دوري قبل مجموعه كبيره ما حصلتش على البطوله الافريقيه، في لعيبه معظمهم طبعا ما لعبوش كاس عالم الانديه طبعا. موتيفيشن ان ما هيروح ويلعب في بطوله كبيره زي دي كمان، ده دوافع كتيره جدا ان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب. طيب احنا عندنا فاصل صغير، اخر فاصل في البيت الكبير ونرجع تاني نكمل مع حضرتك. رجعنا مع حضراتكم كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر منورنا في البيت الكبير ومستمتعين بالحوار، وعايزين نتكلم مع كابتن عادل على جزئيه فنيه شويه اتكلمنا فيها اثناء الهوا واحنا بنتكلم كده. ايه افضل السيناريوهات او لو في حاجه تتمناها تحصل في المباراه على الجزء الفني تكون ايه؟ اللي انا متوقعه وان شاء الله وبتمناه وان شاء الله هنشوفه يوم الجمعه، موسيماني الاول ما جه لعب بشكل مختلف تماما عن الفتره اللي كانت فيها فايلر اللي فيها فايلر. انا في اعتقادي انه هيبدا مع الزمالك كده، يعني هو من يوم ما جه ثقه للاعيبه، بدايه هجمه من تحت، مفيش عشوائيات، في صبر، مفيش استعجال في انهاء الهجمه، في هجمات متنوعه من اليمين ومن الشمال من العمق من التسديد، يستخدم كل ادوات الهجوميه الى جانب الجانب الدفاعي. احنا شفناه في ماتش انبي، واعتقد انا قلت الكلام ده قبل كده، ماتش انبي الشوط الاولاني فريق انبي ما عداش السنتر، يعني على طول عامل عمليه الضغط وبيعملها بشكل جماعي مش بشكل فردي. اللي انا ان شاء الله متوقعه، لان الراجل ده عنده من الثقه في لعيبته ان هو قادر انه يوصل الثقه دي اللي هي جواه بيديها للعيب. ده على الجانب النفسي. على الجانب الفني قاري كويس قوي تيم الزمالك،
واحنا شفناه لما كان اري فريق الوداد، واري حتى الفرق اللي هو ما كانش شافها قبل كده، يعني المقاولين انبي كل الفرق دي اعتقد انه شافها من خلال شريط او حاجه مظبوط. لكن لما جه لعب المقاولين وبعدين انبي وبعدين كل الماتشات اللي هو لعبها كان مصمم ان الشناوي بيبدا ويلعب الكره من السكس يارده، يديها للمعلول يديها لايمن اشرف، وبعدين ما هياش عشوائيه، الراجل بيستلم الكوره حد بيروح له بيعمل مثلثات الاستحواذ الايجابي، وانك بتطلع بالهجمه من تحت بيطلع من الهجمه من تحت وبعدين بينهيها كويس قوي، بعد ما بينهيها ما بيديش فرصه للتيم المنافس انه يبدا هجمه، على طول بيروح بعد ما ينهي الهجمه بالشكل اللي هو عايزه، يبقى فيه خطوره على طول، بمجرد اللعيب ما الكره في العارضه كره دخل بعيده كورنر اي كلام، على طول بيبقى عامل عمليه الضغط بحيث انه يبقى في حاله هجوم باستمرار. في نفس الوقت زي ما قال كابتن ماهر، في فرق بين مدرب ومدرب، في مدرب يروح على طول بمجرد ما فقد الكوره يروح مرجع فرقته في نص الملعب علشان يعني يبقى بيامن الجوانب الدفاعيه، ده طبعا اسلوب ما بيحصلش في العالم كله، انت عارف كده كويس، على طول الفريق بمجرد ما بيفقد الكوره الواجب بتاعه من اول راس الحربه انه ازاي يامن الجانب الدفاعي بحيث ان الكوره ما تروحش نص ملعبه بطريقه سلسه او طريقه سهله ويبقى فيه خطوره. وده اللي انا برضو متوقعه، لانه الراجل بيلعب بشقين، عارف انه بيدرب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف جماهير النادي الاهلي وعارف امكانيات اللعيبه وعارف امكانيات النادي كاداره، اعتقد انه الى جانب ان هو بيهاجم كويس قوي ومجرد ما بيفقد الكوره هيعمل عمليه الضغط، وطبعا هيسترجع كل ما هو اراه من نادي الزمالك. واعتقد الخمس ايام اللي فاتوا دول بيقعد مع لعيب بيديله الشرايط والراجل اللي انت هتلعب عليه او اللي انت مفروض لو لعبت هتلعب عليه بالطريقة الفلانية. الميزة برضو اللي عندنا زي ما حضرتك قلت وسهام قالت انه الاهلي بمن حضر، يعني برضو اللي كان فايلر عمله في البداية انه بيلعب بالعشرين، الراجل ده بيعمل كده برضو بيلعب بالعشرين برضو، صحيح لما يكون في اصابات ولا حاجه، يعني ما فيش حد بيبقى من اللعيبه بعيد عن فكر موسيماني لو نزل، فالمجموعه كلها عارفه بالظبط هو بيشتغل ازاي وعايز ايه من المباراه على الشكل التكتيكي. وكابتن ماهر الشكل التكتيكي ممكن هل يختلف طبعا السيناريو المباراه نفسه، لان المباراه 90 دقيقه وممكن تمتد ل 120 دقيقه، دي بتحط او المدير الفني بيحط كذا سيناريو، يعني لو مباراه 90 دقيقه بس يعني ممكن جدا يشتغل بيها بطريقه او بطريقتين، لكن انت عندك 120 دقيقه ممكن توصل 120 دقيقه هتغير كتير من افكار موسيماني من خلال طول المده نفسها. يعني هي دي صعوبتها، يعني دي صعوبتها صعوبتها زي ما انت قلت، ال 90 دقيقه هيبقى في سيناريو اتنين واخد بالك يقدر يقضي بيهم ال 90 دقيقه، لكن انت 120 دقيقه هيبقى انت في كذا سيناريو واخد بالك بيشتغل تغييراتك عليه التوقيات تعداد التغييرات ده بشكل كبير. بالظبط بالظبط. فهو النهارده هو طبعا قيمه المباراه وصعوبتها واخد بالك وتوقيتها والاحداث اللي حواليها الكورونا واللعيبه المصابه فبرضك احداث صعبه يعني، فالله يكون في عونهم او الله يكون في عونه بالذات هو يعني، لان هو طبعا موسيماني يعني طبعا مدير الفني يعني. الله يكون في عونه، لان هو برضك يهمه ان هو عايز يكمل مشواره اللي بداه. احنا النقله من فايلر لموسيماني نقله احترافيه بتحسب لكل منظومه النادي الاهلي بصراحه، يعني مكسب كبير جدا، الراجل جه في توقيت فعلا عمل لنا نقله نفسيه ومعنويه وتكتيكيه مرتفعه جدا جدا. فالنهارده عايزين نتوج هذا الكلام بقى بالبطوله الغاليه اللي احنا بقالنا يعني سنين غايبه عنا. وهو طبعا الله يكون في عونه، لان هو برضك يهاني بيفقد عناصر ومفاتيح، واحد زي وليد سليمان ده انا بعتبره يعني نص فرقه، واحترامي طبعا الفرقه كل يعني خبره واداء على مستوى القيادي كمان، مستوى القيادي والذكاء ولما بيدفع بيه في الوقت المناسب فعلا بيبقى ايجابي، بيقدر يجيب لك جول، بيقدر يجيب لك جولين حتى لما مش موفق في عرض الاهداف، لكن بيقدر يبقى صانع العاب. فاحنا النهارده برضه قيمه وليد سليمان مش موجوده معانا،
يأثر على موسيماني يا كابتن مير؟ يأثر على موسيماني؟ هو بيأثر نسبيا يا سام، لكن طبعا الحمد لله البديل موجود، يعني الرجاله اللي موجوده ان شاء الله باذن الله كفيله ان هي تقوم بدور وليد ويمكن اكتر كمان من وليد، ودي ميزه لعيبه النادي الاهلي يعني. طب انا عايز اتكلم اتفضل. فهو هاني بيتكلم على السيناريو، طبعا كذا سيناريو الراجل هيشتغل عليه، منها التشكيل، منها مفاتيح اللعب، منها التغييرات اللي قلت عليها يا هاني، منها الدوافع اللي هيشتغل عليها من خلال الحافز اللي هيبدأ يضيفه في ذهن لعيبه النادي الاهلي عشان يقدروا يعني ينطلقوا في المباراه ديت ويقدروا يحققوا لنا البطوله الغاليه. فكل الكلام ده زي ما كابتن عادل قال، الشرايط اللي موجوده، مباراه الزمالك، الحاله الدفاعيه اللي بيلعبوا من خلالها، الحاله الهجوميه، ازاي هنراقب مفاتيح اللعب عندهم، ازاي هنشتغل على جبهات ناحيه اليمين ناحيه الشمال من العمق، يعني كل الكلام ده بيبقى الراجل شغال في المعسكر ليل ونهار مع الاعداد الخاص بقى اللي كابتن عادل قال عليه. بالنسبه للخطوط الثلاثه، الاربعه اللي في خط الظهر هيراقبوا ازاي، هيمسكوا ازاي، هيغطوا ازاي، نص الملعب هيغطي على الاطراف لو هجمت ازاي، هنزيد مع المهاجمين ازاي، المهاجمين هيستغلوا الفرص اللي هتجيلهم. احنا كنا بنتكلم قبل فاصل ان الاهلي طول عمره معروف في مباراه الاهلي والزمالك اول ربع ساعه او ثلث ساعه اخطر وقت النادي الاهلي يقدر يحرز فيه هدف. احرازه الهدف انا في رايي في المباراه دي في اول ربع ساعه ثلث ساعه هتفتح لنا حاجات كتيره جدا بالنسبه للقاء. كابتن عادل، تتوقع انه عناصر دكه البدلاء ممكن يكون ليهم في هذا اللقاء؟ نتكلم عن بادجي، احمد الشيخ مثلا، صح، محمود وحيد، جيرالدو ممكن يكون ليهم دور في المباراه دي؟ اكيد هيبقى ليهم دور، لان الراجل لما بيلعب مجموعه زي ما هاني قال السيناريو بيبقى حاطط انه في الشوط الاولاني الشوط الثاني ما اعتقدش انه هيلعب على الوقت الاضافي، لان الراجل عنده مش هيلعب عليها، بس عنده وارد ان تمتد المباراه وبيبقى عامل حسابها وجزئيه، بيعمل حسابها كمان على ضربات الجزاء اكيد، بيتمرنه يعني الديتيلز الصغيره قوي. ما نتمناش ان المباراه توصل لكده، لكن وارد مباراه توصل ل 120 توصل لضربات جزاء، فلازم اللعيبه تكون مستعده على يبقى عامل حسابه بالظبط ولو 10%، انما 90% انه عايز يخلص المباراه بالزبط. لانه عارف انه النادي الاهلي وقيمته وعنده من الحوافز اللي احنا قلنا عليها كاس عالم. وعلى فكره وليد مش هيلعب، لكن وليد بيقوم بدور افضل من اللعب، يعني طبعا وليد بيبقى ورقه رابحه جدا موجوده معاك، وانا لو انا بشتغل مدير فني معايا وليد انا مش هطلعه من الملعب، يعني 90 الدور النفسي المهم جدا ان هو المدير الفني بيعمله، بس هو بيكمله قوي لانه قريب قوي من اللعيبه، يعني دايما اللعيبه هو هيبقى قريب تليفونيا يا كابتن عادل دلوقتي طبعا، يعني هو معزول دلوقتي ربنا يعني يشفيه طبعا هو وابنه. يعني حتى في طالع في الاعلانات والحاجات في المواقع وكده ان بيوصل رسائل للعيبه من خلال المواقع من خلال التليفون، انتوا الاهلي وجمهوره وهو الاخر. فطبعا السيناريو اللي هو عامله الراجل، الجانب الفني والجانب النفسي اعتقد ان هو بيأديه على اكمل وجه، وفي نفس الوقت السيناريو بتاع المباراه هو عايز يخلص المباراه في 90 دقيقه، وشاف الماتشات اللي قبل كده للنادي الاهلي مع الزمالك، واعتقد انه الراجل ده عنده من الذكاء ان دكه البدلاء عارف التوقيتات اللي ممكن ان هو يدفع بيها مثلا بواحد زي بادجي في توقيت معين، تكون انت كسبان 2-3 ان شاء الله، وبعدين في فتره من الفترات يروح دافع. على فكره انت بتضحكي بتبتسم لا انا لا انت عارفه بتبتسم ليه؟ لانك انت بتتمني النتيجه دي. انا بقول يا رب. من حوالي 2-3 احنا كنا اول نص ساعه كنا كسبين 3-0. فاكر اظن اجاييه جايب جول الاولاني، وبعدين هي اما بتفتح يعني احنا بنتكلم على ثلاث جوال ثم عندنا جه اصابه، وبعدين اظن كان اصابه شديده، وبعدين كان في طرد. فاول ربع ساعه كنا كسبانين 3. فانا بعتقد انا بلعب المباراه زيهم بالظبط قبل ما تتلعب، يعني هو الراجل بيشوط عشان كده ابتسمت. لا والله بجد، يعني احنا كلنا بتتمنى النتيجه دي، وانا ان شاء الله مش مفيش حاجه بعيده عن ربنا طبعا. فهو عامل السيناريو ده، واعتقد انه اي النتيجه. والنقطه اللي قالها كابتن ماهر وعايز اتناقش فيها واحنا بنتكلم، بيقول لك الفرقه اللي هتدافع افضل هي اللي هتكسب. تفصل لنا ازاي ده كابتن؟ معناه عشان برضو في ناس مش فاهمه كوره كتير، ف يعني او مش مستوعبه الجمله بمعنى اصح. يعني انا عايز اقول لك ان احنا مثلا
انا لعبت حوالي 11 سنه مع الفريق الاول ضد الزمالك يعني 11 سنه وحوالي يمكن 5-6 مرات كاس مصر. فخد بالك عدد كبير قوي من كل الفترات دي انا فاكر مقوله هيدوكوتي او مجله قال طول ما بيخشش فيك انا ممكن في الدقيقه 90 اقدر اجيب دقيقه 92 اقدر اجيب. وتورثت بعد كده يعني احنا الجيل الوحيد اللي بدانا موضوع اخر ربع ساعه دي والوقت الضايع بلس 90 بالظبط. وبعد كده الاجيال يعني لحد النهارده طبيعي. فانا فاكر المقوله دي يا هاني بشكل كبير جدا. حتى انا لما يعني وانا بلعب فعلا وبحس بالامان ده ان خط الظهر طول المباراه حامي مرماه ما بيجيش فيه. انت عندك بقى من العناصر ومن المفاتيح اللي تقدر تجيب الجول في اي وقت. فحتى كان زمان مصطفى عبده الخطيب ومختار يقول لك ايه يا جماعه ما يجيش فينا يعني مقوله احنا بنتكلم مع بعض او تتداولوها يعني مع بعض يعني ايوه ما يجيش فينا واحنا ان شاء الله باذن الله نقدر. هي دي دايما الكابتن دايما بتتقال لما بيكون مضغوط علينا كورنر في فاوله يا جماعه ما يجيش فينا حاجه يعني دي مقوله عشان الناس تفهم ان احنا طول ما احنا بالظبط ما يجيش فينا جون احنا قادرين ان احنا نكسب ان شاء الله 0 يعني. وبعدين افريقيا بالذات مصطفى عبده كان الكلمه الشهيره الخطيب كان يقول لك ايه يا جماعه نحاول نقلل يعني نطلع درون لو خسرنا نخسر 1-0 ونقدر نعوض واخد بالك. فيقول لك الدور بتاع افريقيا على مرمى ابو اكرامي ومصطفى يونس والمدافعين خلاص. ودورنا احنا في مصر بقى طبعا على مهاجمين النجوم الكبار دول اللي كانوا بيخلصونا بالثلاث اربع اهداف. فانا عايز اقول لك يا هاني ان المباراه دي بالذات اللي هيدافع كويس هيبقى ما احنا كابتن يعني برضه يعني نفصل الناس تدافع كويس مش معنى ان الفرقه كلها بتدافع بس ومستنيه فنفضل ندافع طول الوقت عشان نخطف جون. لا يا كلمه تدافع كويس ان احنا نعيش الكوره بالظبط يعني احنا نعيش الكوره ادافع عشان نجيب الكوره تاني كل اللعيبه. وزي ما كابتن عادل قال يبقى الدفاع الاولاني من قدام صح من المهاجمين وبعدين نص الملعب وبعدين المدافعين. ولما ابدا استحوذ يعني موسيماني برضك يمكن رجعنا مستر مانوجو زي الحاجات اللي اضافها لينا بشكل كبير جدا مجموعه بركاته وابو تريكه انك انت بعد ما تتنقل يا هاني البساط بساط كتير اللي هو بدأ زي ما كابتن عادل قال بدأ من تحت من الشناوي خط الظهر ثم نص الملعب ثم المهاجمين. كل البساط دي يا هاني بتقلل ثقه الخصم ان هو مش قادر يقطعها او مش قادر يستحوذ عليها. وفي نفس الوقت لما تبان ثغره بنبدا نخش من خلالها نقدر نجيب فيها جول. التحكيم تفضل حضرتك يا كابتن عادل انه يكون عربي ولا افريقي؟ يعني سمعنا كلام الى حد الان لم يعني مش عارفين مدى صحته ايه عن رضوان جيد، سمعنا عن الجزائري مصطفى غربال المغربي في سيكازوي كمان مش عارفه سيكازوي منين جنب يعني من جنبي اعتقد فهو في ثلاث حكام وبكره هيعلن عنهم بكره بشكل رسمي. لكن حضرتك مبدئيا تفضلوا ايه؟ اوروبي الاهلي طلب منين دلوقتي؟ الاهلي لا انا بتكلم الحاجه الطبيعيه احنا شفنا ما يتمنى المفروض انك يبقى اوروبي لان احنا شفنا الاخطاء القاتله في دور الاربعه طيب اخطاء قاتله ضربات جزاء ثلاث ضربات جزاء او اربع ضربات جزاء لفريق الرجاء ما تحسبش منهم حاجه. وشفنا الحكم اللي كان بيحكم لنا الماتش الاولاني هناك شفنا التجاوزات اللي حصلت. فلا زال برضو الكاف برضو فيه علامات واحنا شفنا طبعا رئيس الاتحاد يعني واخد ايقاف السابق بقى نقول يعني السابق يعني بقى خلاص الموقوف يعني لسه ما وصلناش لدرجه ان الحكم هو نازل مش خايف بس نازل عنده امانه وعارف انه سمعته اهم من اي ماده بياخدها وبالتالي الحته دي لسه مش واصله لهم. يعني حتى في لجنه الحكام بنلاقي الحكام اللي بتتعين جايه بشكل مش فير فنلاقي يعني وده اللي انا كنت اتمناه. والنادي الاهلي طلب على فكره انا قريت كده النادي الاهلي كان طالب في الفاينل يبقى فيه حكام اجانب افضل بعد كده يبقى عربي ما يبقاش افريقي برضو في حكام عرب على مستوى عالي جدا في الجزائر وفي في المغرب وفي في تونس وفي في السعوديه بنشوف حاجات حكام كده حاجة شخصية وأداء فني وراقي وحاجات لياقة بدنية ونفسية على رغم طبعا أن المباراة مراقبة على المستوى مش هنقول المستوى الأفريقي المستوى العالمي يعني كمان على مستوى العالم الفيفا مراقبة المباراة بشكل جيد جدا لقيمة هذه المباراة التاريخية أن أول مرة في الشامبيونز ليج الأفريقي تقام فرقتين من نفس البلد على في مصر يعني
ده ما بيكونش كمان رادع للحكم، او بيكون الحكم خلاص انا تحت سبوت ولازم يبقى العمليه على قدر الامكان فير 100% بوجود كمان الفار. يعني ده ما يطمناش ان العمليه هتبقى فير بنسبه كبيره يا كابتن ماهر. بيساعد طبعا بشكل كبير يعني. وانا عايز اقول لك حاجه، يعني الحكم في المباراه دي هو كمان عايز يطلع نجم المباراه، لان زي ما انت قلت كل الاضواء بالظبط تشيد بيه. فاذا كان افريقي او من شمال افريقيا او عربي، هو طبعا عامل حسابه بشكل كبير ومستعد لها استعداد قوي، وطبعا الحاجات المساعده زي الفار هتساعده بشكل كبير. يعني احنا عارفين زي ما حضراتكم قلتوا، اولا كل مدرب بيقول لك مالكش دعوه بالحكم، خلاص ده طبيعي مالكش دعوه بالحكم. وشفنا لقطات كتيره للنادي الاهلي حتى بيكون فيه ظلم تحكيمي، لكن ما بيخرجوش عن التركيز، وده المهم. فدي طبعا لعيبتنا متعوده على الكلام دوت بشكل كبير يعني، وده مهم ان شاء الله في المباراه اللي جايه، يعني ان شاء الله يكون فيه هدوء ويكون فيه تركيز يعني. فيعني نتمنى ويا رب يا كابتن زي ما انت قلت اتنين كم يا كابتن عادل؟ اتنين كويس قوي. تتوقع كم؟ النادي الاهلي هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. والاداء مشرف جدا زي ما انا قلت، الراجل بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي. الشناوي اول مهاجم، ومروان زي هيلعب اول مدافع. اكيد حارس المرمى ليها دور في حسم كمان اللقب. هو اول مهاجم ومروان اخر ان شاء الله اول مدافع ان شاء الله. وان شاء الله المكسب لينا، ونهنيكم ان شاء الله يا رب. يا رب نهني بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ازيك يا كابتن ماهر؟ شكرا ليك. والفال طلع، بنتكلم الفال طلع ان شاء الله. نتمنى الفال ان شاء الله يتحقق يوم الجمعه باذن الله. ان شاء الله مكسب ان شاء الله باذن الله. واحنا نلاقيكم بكره ان شاء الله في البيت الكبير من 10 ل 1. تصبحوا على خير.